موضوعنا اليوم راح يكون على النتورك سيكيورتي فاندمنتلز. اوكي احنا بالسي سي ان اي بنأسس كثير مبادئ منها الراوتينج والسويتشينج هي اساس الشبكات، وايضا نأسس لأسس السيكيورتي. راح نشوف برضو بكل سيمستر راح نتطرق لجانب من جوانب السيكيورتي. هي قديما كان في كورسات متخصصة على مستوى الاي ليفل يعني سي سي ان للسيكيورتي زي سي سي ان اي سيكيورتي، لكن من فتره من اتوقع السنه الماضيه سيسكو دمجوا كل او لغوا كل سي سي ان اي كورسز وبقي فقط هذا سي سي ان اي الموحد. سي سي ان اي كان في سي سي ان اي سيكيورتي، سي سي ان اي فويس اوفر اي بي، وسي سي ان اي اللي صارت كولابوريشن لاحقا والوايرلس كله راح وظلت اليونيفايد سيكيورتي حاطين حاجز. اوكي لكن بعض الاسس مثلا بالسيكيورتي انشالت واجت لمين؟ للسنه الموحده هاي. ايضا اسس بسيطه من الوايرلس. كل سمستر من هاي 3 سيمسترز راح يكون عن جانب معين من جانب السيكيورتي. اليوم راح ناخذ جزء من اساسيات للسيكيورتي تيرمز فاندمنتلز، شو لازم يكون، شو الاخطار اللي ممكن تعرض لها النتورك. طيب في شيء اسمه، راح نشوف المصطلحات والمسميات. اتاكس اختراقات او تهديدات او هجوم على النتوركس. خلينا نشوفه، يعني بلاش نمشي بالمصطلحات، نروح للفكر العادي الفيزيكال سيكيورتي او السوشيال سيكيورتي. احنا بالحياه العاديه بكون مثلا لو عندنا مكان مهم هيك، وفي شيء مهم نحطه، تفترضوا انه كنز نحطه هيك يعني مشاع خلينا نسميه، لا بدنا ايوه تحصيل. طيب شو ممكن يكون؟ مبدا اول شيء اكسس دور او غرفه، يعني اذا مخصص فيها اكسس دور عادي. يس حطينا جدار وبنينا غرفه، حط شرطة على الغرفه، حط شرطة على الغرفه غير هيك بس خلاص. حط غرفه على الغرفه، غرفه على الغرفه صح. احنا بنحكي هذا الكونسبت نفسه يا جماعه اللي هو بالسايبر سيكيورتي. السايبر يعني السيكيورتي اللي بنحكيه على ارض الواقع بالسايبر سبيس بالاشياء الاي تي اوكي، عشان برضه لما تعرفوا شان السايبر سيكيورتي ولا سيكيورتي، هذا هو موضوع السايبر سيكيورتي. لما تحكي عن ادوات واساليب للحمايه مشابهه خلينا نحكي لحد ما، اول الفلسفات نشأة اساليب، الفلسفات المشابهه بالفيزيكال سيكيورتي بالحياه العامه السيكيورتي الطبيعي لاشياء لانظمه وتطبيقات وسيستمز بالسايبر يعني او بالاي تي بمجال تقنيات المعلومات. فاذا انت كنت تحكوا عن عده اساليب، هذا الفلسفه الاولى صح. ما بيزبط مثلا تحصنوا تبني عليه جدار وبس، وافضل شيء طبعا العلم تحط عليه جدار من فوق يعني كل يعني مكعب تعمله حتى من الارض، تحط هالكنز جوا بناء محكم غير مفتوح مغلق كان بالكامل صح امان. بس مشكله السكيورتي اذا بدك تحقق بهذا الليفل بتضر مين؟ الاكسسبيليتي، ما بقدرش اكسس هذا الكنز او هذا الشيء الثمين. ممكن علينا شغل دائما عليه، نتاكد منه، نضيف منه، نشيل منه، نقلبه بلاش يخرب، في اوبريشنز عليه بتتم عمليات دائما اوكي. فاذا يلزم فتح ابواب، بجوز بحتاج شبابيك، بجوز باب مثلا للموظفين، باب اذا في تحميل وتنزيل، يعني ممكن يكون نفتح هاي الفتحات مختلفه من اجل الاستخدام. لكن هاي فتحة بتعمل مشاكل، اعتبرها ثغرات. هو الجدار حصين، لكن هذا الباب او هذا الشباك نقطة ضعف. حتى لو حطيت عليه باب حديد مش زي جدار الاسمنتي، او حطينا شباك مش زي الجدار الاسمنتي، سيبقى نقاط ضعف، weaknesses، vulnerabilities. نعطي المصطلحات كلها من هون عشان نعرف نتخيل شو يعني vulnerability. اوكي شو يعني vulnerability؟ نقاط ضعف بشو؟ طب
خلينا نروح على الاي تي. قد ضعف ايش؟ يعني يس هو راح يشكل ثريت راح نيجي بس نقاط الضعف بالبناء اللي كنا نحكي عنه الابواب والشبابيك الباب الامامي باب الخلفي شباك العلوي شباك الجدار الجانبي هاي نقاط ضعف الجدار الامامي له نقاط ضعف الشباك الاول والشباك الثاني والباب بس انت تحكي عن بورت مثلا الانترنت بي ايش هو انك تفتح بورت الانترنت كيف افتح بورت يعني يس مثلا احاط مش نت بورت فاتح سيرفر على الانترنت مثلا ويب سيرفر هو نقطه ضعف ممكن يكون اوكي تمام طيب غير هيك اي حدا ممكن يشوفه ويعرف اوكي ممتاز يعني نقاط ضعف ممكن تكون زي هيك انا بدي اصنف كل هاي بتحكوا بدي اصنفها ضمن تصنيفات اوكي نقاط ضعف طب ممكن الاوبريتنج سيستم قديم مش محدث نقطه ضعف ممكن ابلكيشن معين اوراكل ابلكيشن ولا ويندوز ميديا بلاير ابلكيشن فرضا اوكي انا بحكي امثله يعني يا سيدي روح اكروبات ريدر ابلكيشن نازل يكون يعني مستهدف نقاط ضعف يعني غير محدث انتي فايروس نازل مش نازل على الجهاز نقطه ضعف انتي فايروس نازل على الجهاز وغير محدث نقطه ضعف ممكن التعليمات اللي تحط الشركة تكون نقطة ضعف. تعليمات إيش؟ يعني مثلاً ما يكونوش حاطين أي بوليسيز للي بيسرب أو للي بس يطلع بيخرب. يعني تحكي مانجمنت يعني أحكي مثلاً دوكيومنتيشن وال يعني موضوع الجوفرنينج بروسيسز اللي بتتم يعني عندي آدمن هو اللي بيملك الباسورد الوحيد ومش حاطة دوكيومنتد ولا. في أشياء نسميها يس في أشياء نسميها شوف نقاط الضعف قد تكون ب سوفت وير خلينا هيك سوفت وير او هارد وير سوفت وير ممكن يكون نقاط الضعف اوبريتنج سيستم ابلكيشن معين الميدل وير مثلا اوراكل داتابيز ام اس كيو ال وغيره مثلا من لو كانت الكونفيجريشن يس اي بدي احكي لك اياه المس كونفيجريشن مسميه كنت تحكوا فيه مثلا موضوع كونفيدنشاليتي مش عامل مثلا تشفير للبيانات او عامل كونفيجريشن لكن بطريقه رقيقه يعني حاط باسورد 1 2 3 مس كونفيجريشن هذا او كونفيجريشن فيلنربيليتي هذا شيء مرتبط بالكونفيجريشن فاذا شوف نقاط الضعف اللي هي مكان نرجع نقطه الضعف هي المكان اللي ممكن نقطه الفيلنربيليتي نقطه الضعف اللي ممكن تسبب لنا ثريت تسبب لنا خطر او تهديد بلاش خطر تهديد اوكي قد يكون تهديد خطير قد يكون تهديد يعني مش واحد بيضرب حجر على الباب بيروح يعني اوكي مش راح يدور ممكن اوكي تهديد اسمه ثريت اوكي مستغل نقطه ضعف اوكي على اسد على شيء نقطه ضعف مش بالهواء او نقطه ضعف على طاوله ولا كرسي نقطه ضعف على اسد على شيء موجود من مكونات الانفورميشن تكنولوجي تخيلنا هذا السيناريو القصة المحكي في هذا كله مصطلحات لما تتخيلوا يا تتخيلوا وتستوعبوا بسهل عليك موضوع السكيورتي الاسيت اذا نحكي فيلنربيليتي نقطه ضعف استغلال هذه نقطه الضعف تسمى اكسبلويتنج هذه الفيلنربيليتي يشكل ايش ثريت تهديد قد يكون ثريت عادي تهديد بسيط قد يكون التهديد خطير او وسط الريسك الخطوره متباينه انا يعني ثينك انه هذا السيناريو احسن شيء نعرف مصطلحات vulnerability threat exploit وريسك يعني ايام الناس بيخربطوا بين الثريت والريسك او يعني خطوره والتهديد مش كل تهديد يعني قد يكون خطير اوكي وفي كمان الاسيت لانه كل شيء يقع هذا يقع على الاسيت الموجود الاسيت ممكن يكون سيرفر راوتر سويتش فايروول هاردوير ممكن يكون اوبريتنج سيستم ممكن يكون معلومه جوه السيرفر انفورميشن اوكي فايل معين او
باسوردات ضمن داتابيز، تخيلوا يعني ينسرقوا هاي الباسوردات بطريقه ما. هذا الاسيت، هذا الاسيت مهم جدا، حتى الشخص جزء من الاسيت. لو خطفناك يا ابراهيم اوكي، وانت مثلا ادمن بشركه اوكي، ممكن تطلع لنا اليوزر نيم وباسورد مثلا، او يا سيدي لو سرقنا موبايلك على شويه داتا، بجوز حط على لشغلك شويه داتا، او سنسيتيف انفورميشن حط على موبايلك او اللابتوب بتاعك او على فلاش معين. اي الفلاش واللابتوب والموبايل ايضا جزء من اسيت ما دام بيرتبطوا بالبزنس كوربريت، اذا كانوا عليهم معلومات حساسه يعني. اوكي ممكن حتى الورق، سنطلع هون بالسايبر سيكيورتي مش بالسيكيورتي، هذيك نحكي جزئيه السيكيورتي فقط، يعني تكنولوجيز تو سيكيور كيف الموبايل ولا احفظ الموبايل الداتا اللي عليها او على التابلت او على النوت بوك. طب ممكن يكون حاط معلومه معينه على ورقه، كيف احفظها يعني؟ وهذا ريليتد للبزنس هذا المعلومه، والمعلومه مش تكون الباسورد، ممكن معلومه احنا خطتنا، انا مثلا بزنس ديفلوبمنت مانجر، انا بخطط السنه الجاي للكوربريت تنطلق انطلاقه قويه من خلال بعض الاشياء السيرفيسز ولا برودكتس ننتجها او نطلقها، ونحط هاي المعلومات جزء بورق تحت مكتبي بسيارتي بمكان معين. هذا الانفورميشن مهم جدا يعني، حتى كيف تحميها يعني. هاي المعلومات الورقيه. اوكي احنا نرجع للاي تي. اوكي جزئيه الاي تي مره ثانيه، الاسيت كل شيء يعني ممكن يكون، كل شيء ممكن يكون يعني زي ما حكينا سوفت وير او هاردوير او حتى البيبل نفسهم جزء من الاسيت اللي ممكن شكله تهديد، يكون هم يعني استغلال نقاط ضعف فيهم شكل ثريت، وهذا الثريت يكون خطير. احنا دائما نرمز يعني هاي الاشياء ب ثلاث دوائر ونقاط التقاطع نسميه الريسك. أسد أسد الفلنربيليتي على الأسد، هون هاي النقطة اسمها الريسك، نقطة التقاطع بين هاي ثلاث أشياء الريسك. لما يكون عندي أسيت وعليه vulnerability أو vulnerabilities أوكي، يصير عليهم threat exploiting هاي vulnerability، يصير عليهم threat تهديدات بشكل مقدار الريسك. أوكي طيب إذا نرجع vulnerability، قد تكون related للتكنولوجيا نفسها، ممكن يكون نقطة الضعف related لل TCP/IP stack. يعني حكينا شفتوا بجوز يسمى حكينا TCP Christmas attack Signet Wedding attack، هذا ثغرات مستغلين الفلاجز ال TCP صح؟ الأرب Man in the middle يس، مستغلين ثغرة الأرب نفسه وحققنا attack عليه أو threat، ممكن حقق threat معين عليه ويكون هذا ريسكي يعني. راح نحكي كمان عن دي اتش سي بي ممكن يشكل تهديد وغيره بكسيسانين، لكن البروتوكولز بشكل عام كثير فيهم نقاط ضعف. تخيلوا او شفنا الاتش تي بي برضه، اتش تي بي ذاكرين شو نقطه الضعف فيه؟ لا غير اوكي الكوكيز وكذا يعني، ممكن كوكيز بس يعني الاتش تي بي نفسه بدي يعني هيك يس كلير تكست. لكن لما شفنا اليوزر نيم والباسورد بمحاضرة الماضي نقطة ضعف، فأنت بتستبدله مثلا ب HTTPS.
اذا مشاكل ضعف ممكن تكون vulnerability related للبروتوكول نفسه كتكنولوجي. هذا البروتوكول فيه هاي المشاكل. تلت نفس الشيء، في كثير نقاط ضعف للبروتوكول. حتى الاي سي ام بي، اي سي ام بي والدي ان اس وكله او الاف تي بي، كلها هاي مشاكل فيها نقاط ضعف كتكنولوجي نفسه. في نقاط الضعف ممكن تكون حكينا بالاوبريتنج سيستمز نفسها. نسمع كثير والله مثلا اوبريتنج سيستم معين تشبه الثغرة خطيرة جدا او شبه خطيرة حسب مستوى تصنيف نقطة الضعف الريسك، عفوا مش نقطة الضعف، الريسك. بغض النظر عن الريسك ليفل ممكن نسمع ثغرات ويتم اختراق مثلا سيستم او نتورك او شيء ما من الاسيت من خلال نقاط ضعف الاوبريتنج سيستم. عشان هيك بنعمل باتشز تحديث دائما للاوبريتنج سيستمز. حتى مش بس الان بوينتس، حتى الاوبريتنج سيستم للنتورك ديفايسز فيها نقاط ضعف بينزلها باتشز يعني. يس مثلا نحكي عن الاي او اس، اذا بنحكي عن كورس الاي او اس بالحياه العامه كل الفندرز عندهم اوبريتنج سيستم لاجهزتهم. جونيبر له اوبريتنج، بيصنع اوبريتنج سيستم لاجهزته، فورتينت، بالو التو، اكستريم نتوركس، اتش بي. بنحكي عن نتورك ديفايسز اوكي. فنقاط ضعف ممكن تكون ثغرات، عشان هيك بنعمل شيء بنسميه باتشز، او بنكون عندنا سوليوشنز حسب، او سوليوشن خاص بالباتش مانجمنت حسب كبر البزنس والامر الموجود فيه. النتورك ديفايسز نفسها ممكن تكون ديفايس نفسه الهاردوير يكون نقاط ضعف، يكون فيها فلنربيليتيز ريليتد لها، اما الاوبريتنج سيستم اللي عليها او الكونفيجر، او حتى ممكن مكانها يعني انت حاطها بمكان غير امن اوكي. فممكن يكون تحقق نقاط ضعف النتورك ديفايس، تكون هي تستغل نقاط الضعف لتحقيق اتاك على النتورك، او شيء بنسميه نقاط ضعف ريليتد لمين، للكونفيجريشن. يعني اكبر مصيبه هي الديفولت الاكونتس، ديفولت يوزر نيم وباسورد، ادمن سيسكو، هاي تكون مثلا على الديفولت ديفايسز واحد، او حتى وين انك تغير الباسورد وتبقي على الديفولت اكونت. يعني مثلا على الادمنستريتور تبع الويندوز ابقي، لكن اغير الباسورد اخلي مثلا شيء معقد، برضو غلط. الروت باللينكس مثلا اخلي روت وبس اغير له الباسورد، هذا غلط. يفضل تلغي او تعمل ديسابل وتنشئ انذر اكاونت غير عن الروت وغير ادمن، يكون برضو مش معروف اوكي. وهذا الاكاونت اكيد لازم. النقطه الثانيه موضوع الكومبلكسيتي للباسورد، يعني موضوع اول نقاط خاصه بالاكاونتس، موضوع ديفولت اكاونتس اوكي. فوت يا جماعه على شودان .io وابحثوا عن الديفولت يوزر نيم وباسورد. شودان عالمين وورد وايد، الاشياء اللي كونكتد على الانترنت. شودان وعمل سيرش مثلا ديفولت اكاونت، شودان يعطيك الديفايسز كونكتد على الانترنت فيها ثغرات معينه. مثلا ثغره الديفولت اكاونت، عندك هذا الاي بي موجود عليه الديفولت اكاونت، عامل له تست وبيعطيك ليستد، يعني ليستد هون عده اجهزه تعاني من مشكله الديفولت اكاونت. يس طيب، حتى مكانه باي دوله يعني. ممكن يكون مثلا جهاز مثلا هون لو كان عمو دراسه، لا هو بيكون سيرشز، في ناس عاملين سيرشز و يعني هذول ليستد على الاجهزه الببليك اي بيز. ها
يعني لو شفت زي هيك هذا شفت هذا هاي جهاز شبكت عليه كيف شبكت عليه بدك تشوف عند الديفولت يوزر نيم الكومن نيم اسمه كذا الاورجنايزيشن الديفولت الديفولت يوزر نيم وباسورد الاكونتس اللوكيشن هاي اللوجن اكونتس اي ثينك يوتيوب ادرس اوكي بكتب شو هذا السيستم بس عاد بحطوا لك ليست يعني باليوزر نيم والباسورد الديفولت هذا يكون قديم ومحدث يعني بجوز هذا معمول سيرش بس هشوف هاي السيرش 24/8 اوكي انا ما واحد هم جزء كان زمان حطوا جزء اتوقع شالوه حطوا اليوزر نيم والباسورد بس بتعرف شو هو السيستم مثلا تخيل لو كان مثلا ادمن ادمن والله شوف ادمن 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 اذا انه سوه راوتر هذول هذا كابتشا اي تي تي جي بي ام ريسيت باسورد حط الايميل تعمل او لا 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 عفوا انا كبست غلط لوجن لا غلط اوكي فانت بتعرف السيستم ممكن تعرف شو الديفولت اكونت اللي له بتجيبه زمان كان حطوا الليست بجوز انشالت حط اليوزر نيم والباسورد شغالين ممكن راوتر عادي سوه راوتر او ممكن لينكس ماشين روت روت حسب بتعرف شو هي يعني اوكي اي اوبن ريستي مثلا ممكن تعمل سيرش مثلا سيرفر هذا كستريل سيرش عليه بتلاقي بيعطيك مثلا ديفولت ديفولت اكونت ديفولت يوزر جيست اند ادمن ويش از نو ها بالله نشوف احنا وين دخلنا من غير باسورد شفت راح كسر ممكن بيرف كسر طب هاي ريسك انا بعمل ريسك السيرتيفيكت سيرتيفيكت مش تراستد بيعطيني التحذير اعطاني اياه سيرتيفيكت مش تراستد اوكي الشركه دي كلها بتاكل ها طيب احنا نفوت يعني نطول بالموضوع بس انا بحكي لكم يعني موضوع ديفولت باسورد ديفولت اكاونت اوكي يعني مش سهل الموضوع هاي لوج اوت شو اسمه؟ هذا كل نفسه هذا زي كمين يعني لا هي السيرتيفيكت مش بارد يعني بس مش كويس يكون يعني تفوت على السيرتيفيكت مش تراستد انه مش بارد ماشي بس مش كامل هذا واحد يجي يعمل هاي الحركة مش شرط انه يكون الله عاملها فيها وارد 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 مش بتنك من هاك لا ممكن تكون جهازك جهازك يا بس خطورة جهازك على اللابتوب يعني اي ترى طب هون نحكي عن حكينا عن موضوع الاكونت والمشاكل الاكونت فمثلا زي شودان وفي كثير يعني بعض المواقع اللي بتشبه شودان بيعطيك يعني سيرتشنج على ويكنسز بالسيستمز حتى بالكونفيجريشن منها الديفولت اكونت دخلنا على القهوه قاعدين نفكر كان كلاسيك بتعرف وقت الكلاسيك بيكون الناس فوق بعض فكنا انا واربع شباب من شباب اصحابنا كنا وكمان كمان واحد مع الطلبه في اثنين شبكه والباقي ما شبكه بس فللت الاكسس بوينت دخلنا على الراوتر عملنا له ريستارت اول ما اشتغلنا مش باب يشبكوا على السريع فشبكنا اول اربعه طلعت الباقي ها في اربعه لين طيب حتى موضوع وجود الباسورد السهل اللي ممكن حذرها بسهوله حتى ايضا مس كونفيجريشن يكون مثلا عامل كونفيجريشن ل ديفايسز فيسنج للانترنت زي ما انتم كنتوا شايفين شودان هاي الاجهزه متصله مع الانترنت مش شرط مباشر في قد يكون عليها ناتنج يعني الاي بي قد يكون ناتنج وراء
فايروول او مش فايروول بغض النظر دايركتلي كونكتد او وراه فايروول بس هي فيسنج الانترنت اكسسبل من الانترنت هاي الديفايسز. فممكن اعمل كونفيجريشن لبعض السيرفيس بالغلط، مثلا فاتح سيرفيس مش ما في حاجه إلها يعني، مثلا على لينكس ماشين عامل فاتح الاس اس اتش وانا ما بدي، او ريموت ديسكتوب على مثلا ديسكتوب ابلكيشن على على مثلا ويندوز ولا لينكس ماشين عليها ديسكتوب سيرفر اكس ويندوز فاتح مثلا ريموت ديسكتوب مو مبديه. كثير سيرفيس بكون باي ديفولت شغاله لازم تطفيها، سواء الراوتر او او سيرفر او غيره، حتى الراوتر او الفايرول في سيرفيس رانينج باي ديفولت لازم تطفيها، ما في داعي تضل شغاله. الكونفيجريشن ايضا على النتورك ديفايسز، موضوع مثلا يكون عندي استخدم تلنت بدل اس اس اتش، تلنت ابلكيشن بدل اس اس اتش، لانه التلنت مشكلته زي مشكله الاتش تي تي بي كلير تكست، الاس اس اتش بديله اللي هو انكريبتد. التلنت والاس اس اتش تو بروتوكولز لاعمل مانجمنت ريموت على الديفايسز. البوليسي فلنربيليتي، مشاكل ريليتد للبوليسي، ما في عندي شيء مسميه لكن سكيورتي بوليسي. يعني يا جماعه شو السكيورتي بوليسي بنحكي عنه؟ يكون عندك اشياء زي دستور للنتورك خاص بالسكيورتي. يعني كان يعني كان انا مثلا بحط كمثال بسيط وليس حصرا على هذا المثال، يعني موضوع سكيورتي بوليسي، انه مثلا الباسورد للنتورك ادمنز والسيستم ادمنز مينيمم 12 لينث، مينيمم 12 مثلا اوكي، ويكون كومبلكس كابيتال وسمول اند نمبر اند مثلا سيمبل او او سيرتن كاركتر. هاي بوليسي لازم يكون تقيد، هاي بنحكي مينيمم. فانا حاط سكيورتي ما بخلي على الهم يعني اوكي، عندي كذا ادمن ما بخلي عليه هو وهمته، ممكن تتباين، لا انا بحط المينيمم حد الادنى للحمايه مثلا بخصوص الباسورد بوليسي، هذا بند من البنود. ممكن برضه احط شيء ريليتد مثلا منع التلنت واستخدام الاس اس اتش للمانجمنت، منع الاتش تي تي بي للمانجمنت، انا بحكي مانجمنت اتش تي تي بي وفقط اتش تي تي بي اس. تكون عندك بوليسي تحط يعني كان دستور تمشي عليه اوكي، ما يصير في مزاجيات وتباين بالكونفيجريشن بخصوص هاي البوليسي. حتى مثلا باستخدام الانترنت لليوزرز، يعني في كثير اشياء ريليتد بالسكيورتي بوليسي بتحكم الدستور العام للشركه، بتحط سياسات واضحه يتبعها الكل دون ما يجي واحد يقول لك انا ما بعرف، يعني خصوصا الادمنز سيستم ادمنز والنتورك ادمنز اوكي يقول لك انا ما بعرف انه في هيك، لا يعني في بوليسي واضحه تتبعها ترجع لها وتطبق بناء عليها، ما بيكون نرجع لمزاجك بالكونفيجريشن بخصوص كثير اشياء وليس فقط اليوزر نيم والباسورد. ممكن يكون عندنا يس انا بوليسي ممنوع شيرينج وحاطين بديل عن الشيرينج، فالبوليسي ممنوع شيرينج بين الاجهزه اوكي لانه بتعمل مشاكل، وحاطين بدائل كل هاي بوليسي، يعني والله راح ادمن 1 اجى ادمن 2 بعديه يعني مسك النتورك او او السيرفر وحب يعني بمزاجه يفتح او يغلق، لا بحكي في عندنا دستور اللي هي سكيورتي بوليسي. احيانا الموضوع البوليسي حتى بالاوثنتيكيشن، ممكن السكيورتي بوليسي السكيورتي بوليسي ريليتد لايش نسميه اوثنتيكيشن، قد ايش نسميه مثلا مالتي فاكتور اوثنتيكيشن ام اف اي، يعني ممكن بعض الانظمه الحساسه يكون انا متبع عليه منهجيه معينه انه ما تعمل بس يوزر نيم وباسورد، كيف لما تفوت على مثلا حسابك البنك او بعض الانظمه بتعمل لوجن مثلا، او حتى بعض السوشيال ميديا بتعمل لوجن اوكي، بحكي لك زي ما شفت من شوي يوزر نيم وباسورد وحط لي الكابتشا هاي الحروف اللي تظهر شايفها، او ممكن ابعث لك مسج فيها رقم تحط الرقم، يعني عملت اوثنتيكيشن رقم بطريقه الاولى مثلا مش شرط يعني، بس مثلا يوزر نيم وباسورد، يوجد طريقه ثانيه انك تدخل معلومه معينه تعلمها او شايفها او وصلتك، هم نسميه مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، تو فاكتور اوثنتيكيشن او مالتي فاكتور اوثنتيكيشن دو هذيك سينجل سايرون سينجل سايرون اوكي. فهي يكون انا عندي برضه سياسه واضحه لبعض الانظمه، احكي والله عندي سيستم اي وسيستم بي هذول خطيرين جدا يعني حساسين، تخيل انت ببنك
وهذا هاي السيرفيسز مثلا ناشرها للانترنت عشان الكاستمر يفوتوا لوجن حساباتهم. طيب ممكن اعمل زي هيك ملتي فاكتور اوثنتيكيشن. طب عندي نظام اخر للاتش ار ما بيهمني مثلا ايش ما بيهمني اكيد يعني لكن ممكن ما اطبق عليه هاي البوليسي. فالبوليسي الريليتد للاوثنتيكيشن تكون برضو موضحه وواضحه بخصوص التصنيف الانظمه الحساسه وانت بتصنف شو الانظمه الحساسه بناء على معايير معينه تستخدم مثلا هيك طريقه بالاوثنتيكيشن. يكون عندي شيء مسميه ديزاستر ريكفري بلان دي ار لو صارت مصائب عظيمه اوكي شو بيصير. ممكن يكون انا حاط سايت ثاني كباك اب ولو تعطل الداتا سنتر الرئيسي اشتغل من داتا سنتر الاخر. ممكن لا انا ماخذ باك اب كامل لكل سيستم وممكن لو صار مشاكل رئيسيه يكون عم استرجع مش يعني موضوع هاي افيلابيليتي اكتف ولا اكتف باسيف يكون سياسي واضح بخصوص هاي الشيء وما اخذ بالاعتبار هذا الشيء موضوع الدي ار. الدي ار هذا جزء من البلان في بلان كامله تحت السكيورتي بوليسي ما وقعنا فيها وقعنا فيها الدي ار الموضوع السكيورتي هذا كنا بايد صور وطلع على السيرفر فايل سيرفر وكل شيء تحيه عزلناه طبعا عن النتورك عزلنا الجهاز مش هو نعزل الشب نفس الموظف فانا يوم السيرفرات وقعدنا يومين يوم على نمنا بالشركة تم الريميديشن وترسترجع الوضع الطبيعي وصلح ريميديشن ريستورز من شبكنا باقي الموظفين على شو اسمه دي ار في دافع بسكيبه شو اسمه يعني موضوع ان يكون عندك بلان عارف حتى كيف الاجراءات والعمل وكيف تطلع الدي ار وتاخذ باك اب عليه او تاخذ باك اب او تسترجع كيف تشغل في بلان كامل بتكون عاملها بناء طبعا حجم البزنس والكوربريت نفس النتورك تاعت الكوربريت. الفلنربيليتي هي يعني هاي الثغرات اللي من خلالها بيصير تخريب للسيستم يعني او للمنظومه اوكي. فالاتاكس اللي بيكون هي اي شيء ممكن يشكل خطر على الاتاك اي شيء بيشكل خطر او بيخرب اي شيء اي فعل يسبب ضرر بلاش خطر يسبب ضرر. لو فقدت معلومه لو تطفايت شيء لمده بسيطه جدا قد يكون تخريب دامجينج قد يكون سرقه معلومات حساسه لليوزرز او للبزنس او للكاستمرز هذا كله يصنف اتاك. انترودر ممكن يكون المخترقين او المهاجمين ممكن الغايه من اختراقاتهم تكون ايش مسميه جين اكسس تو جين اكسس حصل اكسس على النتورك تمام يعني انا مثلا اخترق النتورك تاعتك يعني مش زي ما بحكي بضرب حجر وبروح يس هذا اثرت واتاك لكن مش دائم لكن غايتي انا يعني كيف اضرب حجر واروح انزل سيرفر وخلص اوكي يعني اطفي لك شغله واضل متسهل لا ممكن انا استمر شغال كيف لانه حصل موضع قدم جوا عندي جاسوس مش جاسوس شخصي يعني جاسوس عندي مالوير انفكت بي سي او بي سيز او سيرفرز اوكي ويتعامل معي هذا المالوير في كوميونيكيشن بينه وبينه سميها سي تو سي كوماند اند كنترول اوكي احكي له مثلا اعمل سوي من خلال تخاطب بيني وبين البي سي انفكتد مش بي سي عفوا الديفايس الورك ستيشن او الديفايس انفكتد باي ذس مالوير او الديفايسز وصار في كوميونيكيشن دائما في تواصل بيني وبين هذه المالوير برسل له كوماند والله اعمل بينج اعمل ريستارت اعمل كذا حسب شو البريفليج المحصل صلاحيته طفي الجهاز ولا بس يقدر يعمل بينج او يلغي فايل او يعمل كذا اوكي. فهذا الجين اكسس هيك الترودر غايتهم جين اكسس عشان لو بده يعمل هجوم من خلال هذه الانفكتد بي سي نودز او ديفايسز الاجهزه المصابه بهذا المالوير او المالويرات يتم يحقق غايات اخرى. طيب نسميه مالوير فيروس وورمز ذاكين فيروس وورمز وتروجن وفي اذر تايبس ممكن كيف تبدا تحصل مثلا جين اكسس اوكي من خلال جيسنج الباسورد او اليوزر نيم الباسورد اوكي
او ايش نسميه باسورد اتاكس، قد يكون عنده ديكشنري 111 ولا 123 ولا 12 ولا 123456 تحذير بيعمل يس من ديكشنري او بروت فورس اتاكس للباسورد، ممكن احصل هيك اتاك من خلال اهم شيء جين اكسس. لازم يكون عنده معرفه بيوزر نيم وباسورد على الاقل، يعني عنده اكاونت، وممكن هذا الاكاونت يكون ما له صلاحيات عاليه جدا لكن ينطلق منه ل شيء اعلى مسميه بريفيليج اسكليشن. حصلت يوزر 1، هذا يوزر 1 فقط ليميتد بالمحدود بالامكانيات والصلاحيات، لكن بطريقه معينه او طرق معينه بدها تحصل كل الاكاونت والباسوردات. اوكي طيب، المالوير بده يعرف اصلا، المالوير عفوا الانترودر او الهاكر ثريت اكتور بنسميه كمان، بده يعرف الثغرات الموجوده بالاوبريتنج سيستم. طب هو اصلا كيف بيعرف انه هذا الاوبريتنج سيستم انا عندي اي بي 10.2.2.2، طب اصلا كيف انه عرف انه عنده 10.2.2.2 موجوده او لا؟ بيعمل زي البينج او نسميه بينج سويب او بينج سكان. اوكي بينج على مثلا رينج معين، مين رد علي؟ اوكي هاي الاي بيات. سكان اخر اشوف يعني شو عليه بورتس مفتوحه، بورت 443 445 21 وات ايفر 80. اوكي عرفت برضه الاوبريتنج سيستم، شفتوا كيف كنا نعرف الاوبريتنج سيستم؟ ممكن اذا كانوا عليه اتش تي تي بي بدي له اتش تي تي بي جيت ولا يعني ريكوست اتش تي تي بي، يجيني الريسبونس، ضمن الريسبونس يبين تفاصيل السيرفر هل هو ويندوز ولا لينكس. في طرق عديده للتعرف على الاوبريتنج سيستم، التي تي ال حكينا عنه زمان صح، والاي اس ان انيشال سيكونس نمبر، ها قلنا ممكن يبين، مع عشان هيك الفايرول ممكن خليه يعمل راندومايزيشن للاي اس ان. شفتوا كيف المعلومات القديمه تفكروا هيك كانت سلايد؟ لا لا، يعني ضروري يكون متمكنين منها، لانه طب كيف بيعرف اوبريتنج سيستم 10.2.2.2؟ هذا اي بي كان قدامنا من شوي، شو عرفني انه والله هل هو مثلا سيسكو اي او اس، هل هو لينكس ماشين، هل هو ويندوز؟ في طرق عديده تعرفنا على بعضها خلال رحلتنا بالمواضيع الماضيه بالكورس. فما اعرف الاوبريتنج سيستم وعارف الاوب سيرفيسز الرننج، انا بقدر اشوف شو الثغرات. والله مثلا الريد هات فيرجن 5.3 عليها هي الثغرات التاليه، انه هذا المشين هيك مثلا ريد هات، او لينكس او ويندوز سيرفر 2016 عليه هذه الثغرات. اوكي بدي اعرف هاي الثغرات، وبناء عليه بيحط خطته لاستغلال هاي الثغرات بالطريقه اللي بشوفها مناسبه للتايب اوف ثريتس. اما بكون لسرقه المعلومات بسميها انفورميشن ثيفت، ممكن احصل زي ما حكينا اكاونت يوزر نيم وباسورد، ممكن احصل سنسيتيف داتا للبزنس، خطط كذا، وبتاثر على المنافس تنافسيته بالسوق بكونه مثلا هو رائد بمجال صناعه كذا او بخدمات كذا. فموضوع سرقة معلومات مهم جدا، او سرقة مثلا معلومات العملاء، تخيل مستشفى يكون عنده اسماء المرضى، وهذا شيء لا تفكر تستهين به المعلومات. يعني انا اخترقت شبكة مستشفى وتحصل معلومات اسماء مثلا المرضى اللي تعامل معهم او شركة تأمين صحي. طب هذول مثلا في كذا واحد عنده امراض خطيرة جدا وادوية غالية جدا، طب انا ممكن اسوق ابيع هاي المعلومات لشركات ادوية مثلا، او ابيع هاي المعلومات لشركات لمنافسين لهالبزنس. في يا جماعه في ريجوليشن، في شيء مسميه ريجوليشن ترى لهيك، ريجوليشن للبنوك، ريجوليشن للقطاع الطبي، تنظم ممنوع تستخدم يعني ديفولت باسورد. يعني بدك تاخذ مثلا انت كبنك تعتمد، وانا بكون في مثلا كبنك مركزي باجي بشيك على سياساتك اللي متبعها بخصوص السكيورتي 1 2 3 4 10. انت قطاع قد يكون احنا مثلا عندنا حسب البلدان في ريجوليشن مثلا القطاع المصرفي والمالي، اوكي يعني قوانين تجبرهم بسياسات معينه. اذر اندستري لا يعني، بس لكن تروح على بلدان ثانيه ممكن حتى في سياسات تجبر القطاع الطبي لازم بدك تفتح مستشفى او سنتر لميديكال وات ايفر، يعني قطاع طبي او شركه تامين، بدك تنحكم لريجوليشن معينه، تتبع سياسات ومنهجيات معينه بمنظومتك. المانيا بيجي فاهم بدك تعمل اي شيء، تمام؟ يعني مثلا فتح برنامج او كذا بدك تعمل اي شيء، لازم يطلبوا منك ورقه انك انت ما عندك مشكله، انك تعطيهم صوره عن الهويه.
حتى والله يقول لك هاي حمايه معلومات كيف تاخذ من هاي بخلفوه عليه من الاتحاد الاوروبي تقول له احنا عندنا ما في مشكله بالشرطه اي واحد ماشي بالشارع مع باج المسروق او البطاقه باج فيك يعني بتفجي بفجيك اياه بيقول هاي الهويه خذها مسامحك فيها ايش عندنا يعني هذيك الحمايه على الداتا في داتا لوس او اند مانيبيوليشن اذر نوع اخر من الثريت تغيير البيانات اوكي الغايه منها تخريبها او تغييرها اوكي مثلا تخيل علامه طالب يعني مثلا جامعه ولا مدرسه ولا ما الى ذلك تخيل حساب رقم حساب او كريدت كارد تخيل فوت على اكاونت لك مثلا عند بسيستم معين وغير معلومات الخاصه فيك ما نختصر موضوع السوشيال ميديا والله سرق لي حساب الفيسبوك ولا تويتر ولا لا نحكي عن انظمه يعني غيره جزء منه يعني المعلومات يعني بس في انظمه حساسه لك يعني كبزنس اوكي ايدنتيتي ثيفت برضه من الاتاك قد يكون ايدنتيتي ثيفت سرقه معلومات الخاصه فيك زي ما حكينا مثلا شيء مسميه بيرسونال ايدنتيتي انفورميشن بي اي اي معلومات خاصه فيك اسمك كامل تاريخ ميلادك مكان الميلاد رقم الهويه رقم الرخصه كل هاي الامور يس يعني هاي الاشياء طب شو بدهم في يعني ياخذوها انت بدك ياخذوها بس يعني انت في كثير ناس 90% من الشعب من العالم تلاقي مثلا الباسورد او البين كود تبع البنك تاريخ ميلاده مثلا يعني انا هسه كلنا تعال شوف اي واحد معاه لا لا اعطيه غير اوكي غير بين كود لا يا سيدي بلاش بين كود مش تاريخ ميلاده شيء ثاني محط اوكي باسورد انت اكونت معين انت تخيل يعني مثلا بشوف خصوصا من شهادات الكورونا وتطعيم الناس يعني يتباهوا بنشرها شوفوا كيف الجهل طيب فيها اسمك المركب ورقمك الوطني اي ثينك وشو كمان وتاريخ الميلاد طيب تخيل انا مثلا عرفت عند طريقه اخرى عرفت رقم حسابك والبنك فممكن احكي مع البنك معلش انا فلان الفلاني الفون سيرفيس ها الكول سنتر بحكي لي طب ايش بعرفني ما بدي اغير باسورد انسرقت يا سيدي البطاقه الصراف او الكريدت كارد اوكي انا فلان الفلاني طيب كيف اثبت رقم هويتي كذا 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 تاريخ ميلادي كذا 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 اعطي معلومات سرقت من طرف اخر هاي ايدنتيتي ثيفت هاي بنسميها تقمص شخصيتك الحرامي هذا اللي او النصاب اللي ادي دورك من خلال عده معلومات يعني من هون ومن هون تركيبها مع كثير مهم يا جماعه بحكي لكم انا بشوف انا بتعامل بالاستهانة بشكل مش طبيعي يعني نستهين شو الضرر لو نشرت معلومة لا تستهين خلص ما في داعي تعرف هاي المعلومة ما في داعي أنشر معلومة والله تاريخ ميلادي أو رقم السيارة أو رقم الهوية أو الصور هاي يعني المعلومات الشخصية كنز جد يعني ما أحكي لك أحيانا في key persons ببزنسز معينة ممنوع يعني في دول ممنوع تنشر تكون لك أكاونت على السوشيال ميديا ولو كان لا تحط البوزيشن وانت وين شغال وما الى ذلك يعني خي مثلا جيش ولا امن ولا او يعني كي بيرسونز يعني خصوصا ما يكون مشهورين مش بابليك يعني مش وزير ولا اوكي يعني مدير كذا 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 مثلا بنك كذا كذا او بمدير الاي تي نحكي مثلا بالقطاع مثلا امني ولا قطاع فيش داتا انا يكون مستهدف اصلا وانا جاي سمعت عن زي ما تحكي مثال بسيط عن موضوع السكيورتي صارت انه يعني حاله سرقه في براكسات على الدجاج وسرقين تنفيذ فبقول لي غرفه المولد الشرطه على الكواليتي فبقول لي غرفه المولد مسكرين عليها بمفتاح وانا غرفه عباره عن ساندويتش فندق بصراحه مسكرين عليها بمفتاح بقول له طيب بقول له هلا هي ما في اي شيء جوا يعني طفاي لوحه كهرباء يعني زي شغلات بقول له طيب وين المشكله بقول حاطين مفتاح جنب قدام الباب وحاطين فوقيه حجر صغير. قلت له خلاص هيك يوزر نيم بس. نفس الاعتبار تبع الويندوز بيجي يتفق مع الويندوز. ايوه بالضبط. وفي احجي هي كانت على الموضوع اللي حاط يعني شرط يوزر نيم وباسورد. طيب في كمان ديسربشن اوف سيرفيس قد يكون تخريب خدمه دي او اس. مثلا اعطل خدمته نظام معين ابلكيشن معين موقع ويب سايت لجهه معينه هذا تخريب وات ايفر كانت نوع الخدمه او نوع السيرفيس
بنسميها denial of service او DOS، قد تكون عاديه DOS او distributed DOS. شيء مهم جدا موضوع الفيزيكال سيكيورتي. اوكي، كنا نحكي من شوي عن جزئيه الاي تي، وحط سيستم، حط فايرول، غير باسورد وهي الامور، لكن ايضا فيزيكال سيكيورتي المرجع له جزء من السايبر سيكيورتي مهم. تخيل عندك داتا سنتر وجوه، اوكي هي محميه جوه مبنى الشركه، لكن مشاع برضو للموظفين دخول والخروج، خصوصا مثلا بالصيف والله بارده مكيفه عليها تكييف عالي جدا، خلينا نروح مثلا على غرفه السيرفرات من بورد او نحط فيها اكل ثلاجه مي. اوكي هو خلينا احكي يعني الضرر قد يكون، لا يعني احنا ضامنين موظفيننا وواعيين وما بيعملوا اوكي، لكن سيدي هو ماشي شال له كيبل باور لسيرفر ولا لكذا بالغلط، عم شال كيبل عشان هو شافه كبت كاسه شاي ولا كاسه مي على سيرفر، بغض النظر مقصود او غير مقصود الضرر واحد مزبوط يعني فبالتالي الداتا سنتر ما بخليه مشاع ميلي، النتورك ديفايس ما بخليه، حتى الموجوده راكبه ب بمباني او طوابق معينه ما بخليها هيك، بحطها بكباين ومغلقه. في فيزيكال سيكيورتي لو بدي اروح على الداتا سنتر نفسه، الداتا سنتر في سيرفرات وفي اجهزه النتورك، السويتشز والراوترز والفايرولز، اللان والوان ديفايسز، سيكيورتي ديفايسز، السيرفرز، كل الانظمه والهاردوير الرئيسي موجود بالداتا سنتر. ما ننسى انه في اي اذر ديفايسز، اجهزه نتورك اخرى راكبه برا الداتا سنتر بالطوابق والفروع. اوكي زي كابينه، الكابينه لكن هناك نغلقها بالفيزيكال سكيورتي جوا كابينه ومغلقه. بدي اروح على هاي الداتا سنتر، شوف الداتا سنتر ممكن يعني خلي جوا برضه، حتى انا بحكي نتورك ادمن او سيستم ادمن او كاد داتا بيس ديفلوبر او ابلكيشن، يعني بحتاج اتعامل دايركتلي جوا هون مع السيرفرات وهي الديفايسز الموجودين هون. اوكي فبحتاج اكون موجود هون اليوم بكره، يعني كل شوي يعني انا او غيري او زميلي المعنيين بيدخلوا بيطلعوا، بحكي لا ما بدنا دخول والخروج للغرفه يكون بهاي الاريحيه، يفضل يكون اوبريشن من هون في هذا معزول. تخيل معزول، ممكن يكون زجاج بينه وبينه عشان اذا حتى لو بدي اشوف مثلا ضوء او كذا، اي سي شغال، اشياء يعني الام درجه الحراره الداخليه على شاشه، ممكن من خلال هذا الجدار الزجاجي او نصف زجاجي اشوف وانا بكون شغال من هاي الاريا. بدي افوت تلنت او اس اس اتش على الراوتر، ممكن اجي على هاي المشيله موجوده هون واشتغل عليها وكنفيج الراوتر موجود بها داخليا ريموتلي، او افوت ريموت ديسكتوب على هذا السيرفر ار دي بي، بس من وين؟ من هاي المنطقه، اقلل الدخول والخروج للداتا سنتر. طيب يكون هذا المكان اصلا في باب، وباب عليه اكسس دور لوكت ومسموح للمعنيين فقط. اوكي مسموح تدخل عند الحاجه للمعنيين، مش ممنوع الدخول ابدا، لكن لا يعني قلل ما امكن الدخول لهي المنطقه. وهي المنطقه بتكون لانه الاجهزه دائما شغاله وعدد كبير من الاجهزه، الهيتنج عالي، احنا ما بنطفي النتورك لما نروح ها ولا السيرفرات طفي جي بي سيز يس، اما المين كومبوننتس بالداتا سنتر شغاله دائما شغاله دائما في هيتنج. طب لازم يكون في تهويه، لازم يكون تبريد، عفوا تبريد مش تهويه، تبريد. قد يكون حسب كبر الداتا سنتر، في داتا سنتر كبير يعني التبريد ما بيكون سبليت يونتس، يكون يعني الاي سي سنتر غير سنتر، بيكون هون ستيشنز كبيره زي هذا الاي سي وهذا الاي سي، ممكن يكون اكثر من ستيشن، حتى شيء مسميه ريزد فلور. اوكي بتكون رافع، يعني اذا شوف اذا وريتكم صور هيك سير ريزد فلور سيرفر فارم، شوف كيف البلاط هذا اللي تحت، هذا البلاط خلينا نسميه بلاط، ها مش بلاط بلاط يعني، هو حتى هذا بيكون ضد الحريق. وشوف الفراغ اللي تحت والكباين اعلى، هاي شوف هاي اوكي
كباين نتورك تعالوا هذا ال بسميه ريز فلور مرتفع بمقدار والتكييف التكييف يعني لو بيكون ميل بهاي الداتا سنتر الكبيرة التكييف يكون هون تكييف مثلا مش يعني مش ملاصق للكباين بعيد ومفتوح فتحة بيضخ الهواء من تحت وبيمشي الهواء أسفل الريز فلور بيدخل على الكباين من تحت. لا ممكن يكون تكييف من تحت. في حسب الكبر هذا موديل من الداتا سنتر. أما بحكي لازم يكون هيك. هذا موديل ممكن يكون هيك. أوكي. ممكن يكون لا التكييف عادي وستيشن كبيرة والضخ الهواء. الهواء لازم حسب رير يعني الفلو للهواء من الخلف إلى من الخلف إلى عفوا إنلت وأوتلت يدخل من الأمام يطلع من الخلف عشان بدك تشوف السيرفرز والديفايسز كيف الاير فلو تاعتها. بالعادة بالسيرفرات سيرفر وجه السيرفر بياخذ الهواء الإنلت وخلفية السيرفر أوتلت تطلع الهواء فالتكييف يكون بالأمام عشان يدخل الهواء البارد ويطلع من الهواء هواء ساخن يعني مثل الهواء البارد بيطلع بيدخل من امام الكابين وبيطلع خلف الكابين هواء ساخن فبحط التكييف بالامام اذا كان مش ريز فلور اذا عندي ريز فلور لكن هواء من فوق الريز فلور ممكن كمان يكون عندي سبليت يونت هذا بالنسبه للتكييف حسب كبر الداتا سنتر في داتا سنتر زي هيك مساحات البحر هاي ساحه زي هيك هاي ساحه اوكي فا اوكي ايضا عندي التغذيه الكهربائيه الباور سبلايز بيكون عندي سيركت بريكرز وحسب حجم قواطع يعني وحسب حجم الغرفه يعني ممكن قد يكون سنجل فيز ولا ثري فيز وات ايفر يفضل حتى تغذي من مصدرين تغذيه يعني يكون مثلا ثري فيز يكون عندي سيركت بريكر يطلع ل الكباين والبسميها البي دي يوز الباور ديستريبيوشن يونت جوا الكباين وصلات الكهرباء جوا الكباين من تغذيتين اوكي من كهربائيه طب لو فصل يعني التغذيه الرئيسيه 3 فيز كامل لو عندك راحت الاجهزه اللي هو اليو بي اس راحت الاجهزه صح ابترو على هي فصل طلع فصل المبنى الكهربائي المبنى يغذى كهربائيا من شكل الكهرباء فاز ولا 3 فيز راح الكهرباء راحت كل شيء لكن لو صار 3 يعني ديفرنت سورسز لو صار عطل داخلي واحد نزل او او صار عندي شورت على سيركت القاطع الاول في قاطع ثاني بغذي العطل داخلي مش خارجي اوكي روح عطل خارجي راحت الكهرباء فيفضل يكون عندك يو بي اس ان انتربتبل باور سبلاي اوكي الكهرباء جايه من المبنى تغذى بتغذي هاي اليو بي اس واليو بي اس طالع يغذي الكباين لو فصلت الباور اليو بي اس فيه بطاريات حسب الكباسيتي له ايوه الفولت امبير 10 كي في اي 5 2 3 حسب مقدرته وعدد الاجهزه اللي موجوده عندك بجوز شغلك ربع ساعه 5 دقائق ساعه نص ساعه حسب الكباسيتي بتاعته اوكي بس هو مهندس شوف يعني بشكل عام في شركات كبيرة يعني بالأحسن لو كنت عندك يو بي اس و سكند فيز هو جنريتر يس طيب اليو بي اس شغلني ربع ساعة والكهرباء ممكن تغيب ساعة جنريتر احكي لك يس اذا حسب أهمية البزنس يا جماعة وحسب المنظومة اللي عندك ممكن تحط جنريتر يغذي اليو بي اس لأن الجنريتر ما بيشتغل مباشرة حتى لو كان أوتوماتيك الجنريتر يتحسس مثلا هل في كهرباء على الخط أو لا راحت الكهرباء بيشتغل عشان يشتغل ويبلش يولد بياخذ الوقت خلينا نحكي ربع ساعة لا الجنريتر بدك يعني حسب كبره يعني قد يصل بس بالدقائق يعني مين اللي بالدقائق يعني. طيب طب يا سيدي 20 ثانية روح بدي تشتغل الجنريتر 20 ثانية بدون يو بي اس راح تطفي الأجهزة يشتغل الجنريتر ممكن إذا الأجهزة يغذي الأجهزة ممكن بعض الأجهزة ترجع أوتوماتيك تشتغل ممكن لازم تشغلها بالباور إيدك
أنا وهي في داون تايم مش سهل موضوع الداون الأجهزة، ممكن يضرب الأجهزة تفصل كلها مرة واحدة، فيجب أن يكون UBS. يعني الجنريتر ليس بديل عن UBS، الجنريتر بخلف UBS. هذا كله ضروري، كله تكاليف يا جماعة، أوكي؟ فهذا حسب دور البزنس وحجمه وأهميته، وبالتالي أهمية الداتا سنتر. طب احنا كنا نحكي من شوي عن موضوع الثريتس اللي ممكن، التهديدات اللي ممكن تكون على المنظومه، مالوير واختراق واستغلال ثغره بالاوبريتنج سيستم ولا بالكونفيجريشن. طب واحده كل حصنت وحطيت احسن شيء بالتقنيات فاير وولات وانظمه اخرى اي بي اس وغيرها من انظمه السكيورتي، وغيرت الديفولت باسورد، طب القاطع واحد ينزله ضيع عليه كل شغلك. صح؟ لا مرة واحدة بدناش مرتين، خلص ننزل نتورك ده تشتغل النتورك. ترى مش تشغيل السيرفرات أحيانا بحتاج ساعتين، يعني داتا سنتر كبيرة أحيانا بالساعات تشتغل سيرفر 1 وسيرفز اللي كلها فيه وتربطه مع سيرفر 2، يعني تركيب بيكون مراحل، مش والله جهاز كمبيوتر يشتغل ولا بدقائق ولا شغال، لانه يكون في اعتمادية في ديبندنسز على بين الابلكيشنز والداتابيز واي بي ايز. احكي لك على اشياء ادفانس كومبلكس يعني، اوكي. فموضوع انه ممكن يكون عندي الكتريكال ثريتس، صح؟ عشان هيك حتى قواطع الكهرباء وين مكانها هي عند الدرج تبع مين، انا ما حكيت تبع السنتر، يعني اللي بحب ينزل يرفع القاطع اهلا وسهلا فيه. لا يعني لازم يكون مكان حتى قواطع الكهرباء سكيور، تغذية الكهربائية سكيور. طب اوكي عملنا سكيورتي للالكتريكال باور سبلاي، طب التكييف، طب واحد ممكن يعمل انفايرمنتال ثريتس، يرفع وينزل الحراره مثلا، يطفي التكييف، يخرب التكييف، يعني نظام الفيار راح نيجي فاير فايتنج سيستم، راح نيجي. طب مش شرط واحد يرفع وينزل، يعني بقصد ممكن درجه الحراره يتعطل التكييف يا سيدي يروح ويترتفع درجه حراره تضرب السيرفرات. فمش شوف عند السيستم زي مثلا انفايرمنت مونيتور، فممكن يكون عندي environmental monitor يقيس الحرارة والرطوبة وهي الأمور جوا الداتا سنتر، يعطيك SMS أو يبعث لك إيميل أو يزمر بزر، أوكي، لا تحمي من الأشياء اللي تركل threats. أي بالليل بالنهار كذا بطلع لك SMS. فهي ممكن يكون عندي تهديدات من أشياء يعني environmental، عشان هيك يفضل يكون عندك بهيك زي هيك داتا سنتر unit فيها سنسور للحراره والرطوبه، حتى ممكن يكون ماء والووتر يعني فلودنج حسب، قد يكون هاي الداتا سنتر ارضيه مش بالطوابق العلويه. بس هاي فايده من فايده الريزدكتور، الموضوع الفلودنج تبع المي ممكن يكون يغرق الطابق كامل، يعني اذا انه ارضي ولا تحت الارض حسب مكان الداتا سنتر باي طابق، يعني منطقه معرضه للفيضان مش معرض، برضه تدرس هاي الامور يا جماعه. ممكن الثريتس يكون من خلال مينتيننس، انا والله عندي عقد صيانه مع شركه اكس واي زد، اوكي، وعملوا اجوا بدهم يا سيدي، بدي احكي لكم عن شغله يعني ومرتبطه بالمينتيننس، الدست الغبره، تراكم الغبره مع سنين خطر جدا على الجهاز، عشان هيك احنا بنخفف الدخول والخروج، اوكي، عشان ظل يعني نحافظ على نظافة الأجهزة. ليش؟ طب شو بدنا فيها؟ شو هالنظافة؟ شو الديفرق؟ لأنه شو بفرق نظافة الأجهزة النظافة يعني؟ الدست من الغبر وهاي الأمور، تسكير مداخل الهواء على السيارة، تسكير مداخل الهواء والمراوح، فانز اللي جوا الأجهزة، هاي أكبر عدو للأجهزة الدست، مراوح صحيح. وهذا بنحكي عن أجهزة تعمل سنين ويعني وهي مكانها يعني، فممكن نضطر بوقت معين نعمل مينتيننس، نطفي الاجهزه هاي ونروح ننفخها من الغبره او نسحب الغبره منها او من الكباين والاجهزه عشان ما يضلنا نظيف يعني. ممكن يكون هذا عقد صيانه مع شركه معينه اكس واي زد، لكن لانه مثلا الهارد ديسكات، بعض الهارد ديسكات زي بالسيرفرات لازم نطفيها لمده معينه تبرد بعدين تنفخ غبره او تسحب غبره لانه ممكن تضرب،
طب ممكن هذا تهديد وداتا مهمه ممكن تكون يا جماعه. والله بعرف يعني كان قطاعات حكوميه مهمه جدا بسبب سوء صيانه ضربت داتا والله ضاعت داتا. داتا مهمه جدا يعني داتا نشغل عليها نحكي اقلها سنه. فموضوع قد يكون تهديد يعني بقص او بغير قصد يعني لكن وثرت بسبب المينتنس او مثلا يمسح كونفيجريشن معين عن راوتر سويتش عن كذا يغير كونفيجريشن بيجرب وما يقدر يرجع للكونفيجريشن اللي كان شغال عليه. اجيت انا عندك بلاش انا اجي واحد عندنا يعمل لنا صيانه فايرول بده مثلا يفتح بوليسي هيك عقدنا معهم مثلا نفتح بوليسي معين على الفايرول بلش اعمل كذا غير سوى مش ضابط معه وهو يبدل نسي وين شو كان الكونفيجريشن. عشان هيك دائما بشيء مهم احفظوها هي او ريستوريشن بوينت بسيب الكونفيجريشن بغير ما ضبط برجع الكونفيجريشن من تالي. كيف بسيب؟ يا باخذ باك اب برا يا بخزنه وخلص التغييرات تضل بالرام. انا بحكي مثلا حسب الجهاز انا اوكي قد يكون اجهزه ما بتزبط زي هيك اجهزه اللي التغييرات اللي بتتم خلص بتروح يعني على الرام وعلى غيرها من بتضل دائما. فريستوريشن بوينت نقطه ارجع لها احفظ ماء الوجه لما اضيع جوا واتوه برجع وشو كان الكونفيجريشن برجع له شو الاسلوب حسب الديفايس اللي بين ايديك. شو الاسلوب حسب الديفايس اللي بين ايديك لو بدي احكي عن سيسكو راوتر او سويتشز اي او اس ديفايسز بخزن الكونفيجريشن ببلش اغير التغييرات تروح برا ما بدي هي التغييرات بعمل له ريستارت برجع للنقطه لا ايوه برجع للانفيرومنت النقطه الثابته اللي انا الريستوريشن بوينت هيها برجع لها من الانفيرومنت بالريستارت. فشيء مهم جدا هاي الجزئيه مش احسن لانك انت شطبت. ايضا الهاردوير ثريتس ممكن يكون مش يعني ثريت عن طريق الهاردوير اوكي يعني ثريت يس مثلا الدست يو اس بي ركبناه انها نشرت مليون مال مالوير ولا ون كراي ولا غيره من المشاكل اللي اخذت لك حكيت لك عنها قبل الفيروس في كان دائما وزاره الزراعه عشان نقول لك ان وزاره الزراعه حطت الجهاز عشان اخذ الداتا اللي اعطوني اياها اوبس كنا احتفلنا يعني بس هسه بعدين بقول لك هسه بنكتب هسه المفروض اصلا تقدم الشركات ان انت ما دي اس ما هي بس مثلا سايت بوكس على الون درايف طب الهاردوير ممكن تخريب يكون برضو الجهاز نفسه يعني تخريب الجهاز راوتر سويتش سيرفر تخريبه كهاردوير ممكن يعني بخطا او بقصد لك يعني ممكن على البورت تبع الهارد يكون جمع يكون بي او اي وبتوصل بشرط البورت العيد ممكن كيبلينج برضو قصد تخرب بقصد او بغير قصد برضو هاي ثريت تخيل يكون عندك كيبل فايبر من بابنا لبابنا وحد قاعد بيعمل صيانه او بحفره بارض الجامعه مثلا او ارض المصنع طالع من مبنى لمبنى فايبر وبحفره بدهم يعملوا مناهل ولا مجاري ولا جوا المصنع جوا حرم المصنع او بدهم يطلعوا مبنى بلش يحفر وما انتبه فقطع الفايبر ولا قطع الكوابل او جوا المبنى قاعد بيهدوا حيط بيعملوا صيانه كذا يعني هذا شيء بخص او بغض النظر مقصود او غير مقصود يعني لازم تجي تحفظ شيء لازم تحفظ سايم لأنه ما في فايبر كيبل ما مديت كيبل حفرت مثلاً كان متر الارتفاع نص متر بتكون حاط سايم اللي فيه فايبر كيبل أنا بقول يعني كان هالشي التجارب اللي فيه يعني سايم جوا الحيط ولا لا أنت حفرت الأرض أنت بتشوفه موجود بالعمال اللي بيحفروا بالشوارع تلقى مثلاً معه إشي زي كيف الكيس نايلون هيك بتكون معه بتبع ياخذ خطر لا خطر الكهرباء أو شيء كنت حتى الاكسس دور كنا حاطينه داتا سنتر يفضل يكون له لوجز مين دخل فلان دخل فلان خرج الوقت كذا لانه ممكن احكي اوكي في سيرفر او راوتر او جزئيه تغيرت بالوقت الفلاني طب حسب الاكسس دور مين دخل حتى على يعني كنا نحط على البابين ترى يعني مش على الباب يفضل على البابين بين هذا الاول ايوه كاميرات ايضا يكون في سي سي تي في لفور سيكيورتي يفضل زي هيك يكون عندك تبنى الاوثرايز اكسس يعني من خلال البواب الابواب تراقبها من خلال الكاميرات تستخدم فاير فايتنج لانه صار حريق
مباشره يطفي في سنسور عندي سموكس والسموكينج مش سموكينج الدخان وال اللي صار زي هيك بينزل زي غاز بيطفي لو صار في حريق. حتى الابواب والخشب هذا اللي ما يكونش فيه خشب اللي شفته الفلور هذا البلاط هذا ضد الحريق. حتى الابواب والجدران ضد الحريق ما فيش شيء قابل للحريق يعني. مفروض الموشن ديتكشن غير الكاميرات. الكاميرات طبعا بدي اراقب الكاميرات طول اليوم 24 ساعه اجي بدي اشوف شو صار امبارح. لا ممكن اخلي الكاميرات مرتبطه مع موشن ديتكشن بلش الكاميرا تسجل بناء على حركه معينه. بس هاي المنطقه غير مهول يعني سهل مش زي والله بشارع بدي اراقب مبنى والسيارات رايحه جايه. فجوا سهل يعني تطبق موشن ديتكشن بيعطيك يعني موضوع افيشنت الموضوع التسجيل. حتى الانفايرمنت تقدر تعمل على الباب نفسه موشن انه انفتح الباب دور الماجنت تحط السنسور مع الانفايرمنت مونيتور يس بتعرف مين دخل لا بتعرف انه دخل فتح او طلع مش انه فتح او سكر او مفتوح مثلا الفايبريشن ردت الكابين في واحد حاول يدزها مش كيف يتزاحم في كذا برضه يوصل طبعا زي ما حكينا الموضوع حتى نتورك ديفايسز كذا موضوع الباسورد والاكونت ينطبق على السيرفرات وعلى نتورك ديفايسز على كل الماشينز. الموضوع غير الفيزيكال سكيورتي. موضوع الفولنربيليتي ممكن يشوف السيرت كثير مهم موضوع السيرت انك تشوف الفولنربيليتي سيرت.org www. كثير في يعني اورجانيزيشن ريليتد للسايبر سكيورتي ليش ودوني هيك سيرت اورج السيرت مفروض vulnerability node database اوكي بس مش خبره هي كانت يعني غير الشكل اوكي بتشوف مثلا ريبورت فلنربيليتيز مثلا والله في عنده داتابيز يعني موضوع نشر المعلومات الخاصه بالويكنسز للمختلف الانظمه والداتابيز هي السي في اي اذا انتبهتوا بالمين بيج في شيء كان اسمه ان في دي ناشونال فلنربيليتي داتابيز في كومن فلنربيليتي داتابيز سي في دي فوتك موقع ثاني بيعطيك مثلا بيشوف الموست كومن فلنربيليتي مثلا هذا هاي vulnerability مثلا رقمها CVE 2020-27-466 خاصة بشو بالAjax application. تقدر تعمل search على هاي vulnerabilities خاصة بالoperating system. تقدر تعمل search والله مثلا بدي vulnerability related مثلا للويندوز XP أو ويندوز 7 أو ويندوز 2000 سيرفر 2016 أو Red Hat version 7.3. طيب نيجي على المالوير. تايب اوف مالوير عندي المالوير هو malicious software malicious code برنامج ضار اوكي برنامج تخريبي. التخريب ممكن يكون سرقه معلومات تخريب damaging data سرقه معلومات تغيير معلومات اوكي او اي اكشن غير مرغوب بسميه legitimate actions اي شيء غير مرغوب سببه هذا الكود تمام. ممكن يخرب نتورك ديفايسز سيرفرز سيرفيسز ورك ستيشنز لاند يوزر اوكي يكون يسبب ضرر لها او الداتا اللي عليها او السيرفيسز شغاله جوا هاي الماشينز. التايب اوف مالوير مالوير لها انواع عديده احنا بندرج نسميه فيروس اوكي دارج مصطلح فيروس عندنا لكن هو لانه هذا الفيروس نوع من انواع المالويرز اوكي وهو اقدمها بعدين تنوعت في عندنا فيروسز وورمز تروجن هورسز رانسوم وير ادويرز شو كمان نسيت يعني بتحكي عن جزء روت كيتس 8-9 انواع اوكي بس هذول موست كومن مالوير اللي هي الفيروسز وورمز والتروجن هورسز. بالفيروس هو برنامج بيكون
او كود يعني هالمالوير هذا المالوير هذا الكود هذا السكريبت يعني لازق او اتاشت او مرتبط ب ابلكيشن وورد دوت اي اكس اي ميل بيكون اكسكيوتابل يعني كود اخر اكسكيوتابل وورد دوت اي اكس اي كالكوليتر دوت اي اكس اي اوكي اكسكيوتابل فايل مرتبط فيه هذا البرنامج التخريبي اللي اسمه فيروس ولا ينشط الفيروس الا بتدخل اليوزر يعني ما دام هالفيروس المرتبط بالوورد دوت اي اكس اي ما شغلت الوورد بضل نايم شغل وورد ببلش يشتغل يتاثر الفيروس يعني ياخذ اثره ياخذ مفعوله اوكي سميه لي دورمينت اخينا نايم بيصحى عند تدخل اليوزر وتشغيل البرنامج المرفق فيه هذا المالوير طيب كيف بينتقل الفيروس بينتقل مين اللي محمول يو اس بي او ايام زمان فلوبي ديسك او سي دي رومز اوكي الشيء المحمول يا داتا تنقل داتا من مكان لمكان مين اللي هو الفيروس بينتقل بهذه الطريقه طب اوكي شو ممكن يشكل ضرر ممكن يشكل يخرب يعمل ريستارت المشين هنك المشين او يخرب برنامج معين يضر باد سيكتور مثلا بهارد ديسك يشطب داتا اوكي ممكن يسبب سوفت وير بالتالي هذا السوفت وير بيسبب دوس يعني مثلا والله برنامج سيرفيس عندي سوفت وير بيعمل يشغل سيرفيس مثلا اف تي بي اوكي ولما يشتغل هذا الفيروس بيعطل هاي سيرفيس باعتبار تخريب خدمه دينايل اوف سيرفيس طبعا مين بدي احكي له بينتقل محمولا وخلال مين خلال الدوكيومنتس واتاش معي الدوكيومنتس ينتقل منها من مكان لمكان الورمز تشبه الفيروس لكن انتشارها بطريقه مختلفه الورمز ينتقل بروباجيشن بروباجيتد ثرو نتورك مش زي الفيروس محمول وبشوف بيعمل سكاننج يعني على بيعمل سكان الورم هذا الكود في كثير جزئيات منه جزء فانكشن بيؤدي انه سكان النتورك وينتقل عبر النتورك من ماشين لماشين بيستغل ثغرات موجودة على هاي الماشينز. اوكي يعني بده يعمل يعني هذا الكود بيعمل سكانينج بيشوف شو الفلنربيليتيز ويستغل هاي الفلنربيليتي لانتقاله لماشين اخرى اوكي بينتقل بس بالنتورك يعني الورم خلال النتورك هذا الفرق بين الورم دوده كيف ليس مدوده لانه تنتقل من فتحه لفتحه جوا هالارض ولا جوا هالمكان لحال اوتوماتيكي يس السكريبت تاعته فيها كثير جزئيات منها جزئية خاصة بالسكانينج والبروباجيشن واكسبلويتينج الفلنربيليتي لهي الماشينز وما بكونش اتاش مع another program او فايل stand alone لان تبار stand alone الفايل الحالي يس النوع الاخر تروجن هورسز احسن الطرواده الاسم جاء من يعني يونان حكايه قديمه شو نسميها احنا لا لما نقول شيء قديم هيك يعني مش اشاعه شيء زي هيك بنسميه قصه قديمه عن اليونانيين ايام اليونان كان اساطير الاولين بالضبط اساطير كان في جيش بده يحتل مدينه ثانيه فحاصروا المدينه بلا جدوى طولوا يعني ياسوا الجنود والناس سكان مدينه مرتاحين اوكي فاظهروا انهم خلاص بدهم يسحبوا الجيش ويروح يعني باي باي فشو عملوا قالوا خلينا نهدي هم طبعا هم عملوا تريك يعني نهدي لسكان المدينه هديه وخلاص نعتذر بما معناه ونضل طالعين ومش رح نرجع توبه يعني توبه نعيدها فهاي شيء ممتاز الحصان الخشب ضخم جدا شيء هديه ممتاز جدا شيء يعني قيم ومش مضر لكن جواته جنود عساكر خبيين جوا مش ظاهر
انهم للسكان المدينه شيء ضار. اخذوا هاي الهديه حطوها بساحه بالليل، الجنود كسروا الحصان فتحوا الابواب دخل الجيش. من هون بيجي قصه احسن الطرواده، هون موضوع التروجن هورسز كمالوير. معطيك جيم مثلا او نزل ابلكيشن معين فري ولا او مكرك بالغريق. تمام، شيء جميل بقلبه شيء خبيث بينزل بدون ما بدري صاحب دون علم صاحب العلاقه سيتبل ولا بيشتغل لحاله زي الورم. وانت فعليا لما تاخذ من الجيم مثلا الفري ولا هالبروجرام دبل كليك انستول هذا البروجرام دروبينج اشياء خبيثه. اوكي دروبينج اشياء خبيثه. هل هذه الخبيثه اسمها تروجن هورس واحد او هورسز؟ اوكي هاي نزلت من خلال سيت اب لبرنامج نزل معها اشياء انت مش منتبه لها يعني. اوكي لازم تشغلها ولا هي لازم تشغل اذا الفايل اخذت الجيم حط على لا مش رح يكون ضرر زي الفايروس. يكون مثلا باكجز مثلا يكون باك فايروس ولا هورم يكون جواته. لا لا اوكي هو فايروس ولا هورم تروجن هورس اوكي فنزل هو باك مخزن مركب باكج واحده الجيم مثلا او هذا الابلكيشن مع الاشياء الخبيثه. فلما تعمل سيت اب لهذا الجيم او هذا البروجرام بينزل هاي الاشياء الخبيثه بلش تاخذ شغلها. الشغله ممكن تخرب الجهاز نفس الشيء، تفتح شيء مسمي باك دور، تفتح سيرفيس وانت مش داري مثلا والله عملت انيبل للريموت ديسكوب او للاف تي بي سيرفيس، اشتغل هذا الكود فتح اف تي بي سيرفيس وانت ما عندك فكره. هذا شيء خطير جدا، مثلا افتح سيرفيس مين اللي تنقل فايلات او يعمل انيبل للاس ام بي للشيرنج وعمل انيبل للشيرنج فولدر وهذا فتح الباب لهذا المشين تستقبل ملفات او يبعث ملفات. عمل ديسيبل للانتي فايروس ممكن. مره نزلت لعبه كان لحاله ضل يفتح اليوتيوب ويعمل لايكات لفيديوهات ممكن يعني ايوه ادوير هذا ادفيرتايزمنت مالوير. تروجن هورس نزل انذر مالوير من نوع الادوير وظل يعمل لايكات عشان يجيب مصاري اوكي بالطريقه هاي. ممكن اعمل لك ديليتنج لفايل، ممكن يبلش يعمل اتاكس على ماشين اخرى دوس اتاك او غيره، ممكن ينزل لك رانسوم وير مالوير اخر اللي هو رانسوم وير او يفتح كونكشن او سي تو سي يفتح يعني شيء مثلا شانل مسميه سي تو سي كوماند اند كنترول ويكون هذا خلص هاي الماشين انفكتد صارت جزء من البوتنت من شبكه الثريت اكتور. اوكي الاتاكس اللي بيعمله الثريت اكتور الاتاكس انواع. اوكي انت بدك تهاجم مدينه او تهاجم قلعه تهاجم مكان هذا الهجوم من عده مراحل يعني بالتالي الاتاكس ممكن يكون واحد من نحكي عن ثلاث انواع رئيسيه. اوكي ريكونيزنس اتاك والاكسس اتاك والدينايل اوف سيرفيس اتاك. ريكونيزنس اتاك استطلاع ما بتهاجم مكان دون علم فيه. اوكي بدي اخترق شركه اكس، ليش اكس مش واي؟ اكس مفلسين فرضا انت يا سايبر كريمينال يا مخترق جاي مثلا شو الهدف جاي تسلى ولا قد يكون سلاح يعني نسميه سربت كدز. خلينا نحكي هذول المخترقين هذول ثريت اكتور ما بيخوفوا كثير، هاو جاي يجرب فينا ضرنا شوي وراح، لكن نخاف من سايبر كريمينالز من المجرمين يسرق حسابات مصاري ما الى ذلك. في لا في انواع كثار يعني بس بحكي لك السايبر كريمينالز مجرمين يعني مجرم يعني جاي هيك بتضيع وقت والله عامل جريمه عشان اضيع وقت لقيت حالي فاضي ولا لا بكون غايه مين اللي يعني ماديه مين اللي غايه ماديه
اوكي نتكسب بالنسبه له. طيب اوكي راح على اكس والله مفلسه هي شركه اكس او دكان صغيره، ولا تروح على واي مثلا بنك كبير، فهو يفكر عن غيب بيجي بالطا يلا خلينا نفوت على السيستم. لا بكون عامل استطلاع ريكونيزنس، بده مثلا صيدي جامعه بنك وزاره كذا شيء يعني شيء دفيع شيء محرز. كيف عمل؟ مثلا بهجه عمل سيرش والله بانكينج ان جوردن، او مثلا نحكي جفرمنت ايجنسيز ان يو اس، او اوكي وبين معي لسته باسمائهم ووتر كومبانيز او الكتريسيتي كذا اويل كومبانيز سيرش عندي اكس واي زد ممتاز. يعني بعمل سيرش على الانترنت، بيعمل انترنت كويريز يعني سيرشنج. ها طيب بين مع بين مع معلومات خلاص، بين عنده والله شركه اكس واي اكس واي زد اكزامبل دوت كوم بده يخترقهم. طيب بده كمان ممكن ابحث عن اشخاص معنيين، لانه ممكن لاحقا ارسل له ايميل اوكي اقنعه فيه وعارف واستهويه بهذا الايميل، السيد كذا كذا المدير كذا كذا بشركه كذا كذا. طب شو عرفك؟ عملت مثلا شركه اكزامبل دوت كوم، طلعت معي بالسيرش، رحت على السوشيال ميديا دورت مين باكزامبل دوت كوم، مين المدير المالي باكزامبل دوت كوم، مين المدير الاي تي او ناس معينين ممكن عملوا سيرش وشايفين مين السي او عندنا واخذوا اسمه وانتحلوا شخصيته وصاروا يبعثوا بيانات فيها فاش. ما بدناش نجيب لك يعني اشياء من خيالات. هيو لا لا هو واقع، انت بس عطيني اسالني وانا بتابعك الواقع. سي او بعدين صاروا يبعثوا لنا اللي هم الاي تي سكيورتي عندنا، ويقول لك انه اي واحد بيجيك من هذا من اسم على اساس اسم زكريا اللي هو الواصل الكبير في الشركه عندنا. لما ارجع احكي هيو اللي بتحكي فيه ابراهيم انه عملوا سيرش على سي او عندكم بالشركه، كيف عرف السي او؟ سيرش بالسوشيال ميديا فلان الفلاني وظيفته، حاط البوزيشن تاعته اللينكد ان فيسبوك تويتر وات ايفر، يعني بين انه كي بيرسون. بجوز شافوا والله شارك بنشاط معين، والله حضر مؤتمر عن اذا كان مثلا اي تي بكون انترستد بهي الشغله، بحضر ايفنت مكان الفلاني بخصوص فايرولات نازله، يعني يعني ارت اوف ستيت فايرولز نيكست جينيريشن فايرولز، راح حضر ايفنت وجمع هاي المعلومات. والله شفناك بالايفنت الفلاني، لا شافوا ولا كانوا اصلا، وانبسطنا لما هو يعني بجوز انا بالايفنت اشوف 20 واحد ناسي مين شفت. اوكي هو يعني دارج بدون ما يعرف انه شافوا ولا لا. انا نسيت يعني كنت بايفنت طول اليوم مع مين شفت شو سويت بهالاربع خمس ست سبع ساعات ناسي. اوكي وبدنا نوريك مثلا البرودكت تاعتنا، يلا فوت على اللينك الفلاني. اوكي يعني هاي معلومات مره ثانيه استطلاع، احنا بحكي عن شو بده يصير بعدين، سيبك شو بده يصير بعدين، لكن هو قاعد بيجمع معلومات عن البزنس عن الاشخاص اللي فيه. اوكي حتى فيه هو از مثلا والله مثلا تيجي على السيرش في الانترنت تروح على هو از مثلا اعطي الدومين شو نعطي cisco.com في تفصيل العيانة هذا الدومين اللي اسمه cisco.com يتبع لشركة الفلانية، عنوانها المكان الفلاني، الكونتاكت ادرس كذا كذا كذا، والتليفونات ايميلات ممكن حتى يكون بعض هون مثلا سيكيورتي تحطش ايميل الشخص والله ابراهيم @ipmasters.com او @cisco.com لا عشان دبر ما بهمنا اشوف ايميل لحد من المعني من اللوك اب من اللوك اب يعني برضه يعني مش السوشيال ميديا ايضا هو is.com بيعطيك تفصيل عن الدومين اسم الشركه مكانها وين ريجستر هاي الشركه معلومات الاتصال ممكن كونتاكت بيرسون المسؤول عن هذا الدومين. اوكي عرفت ايميل مثلا والله ابراهيم @cisco.com اوكي حلو ممتاز خلينا يلا سبعت له ايميل برضه بحبش بالانترنت بالسوشيال ميديا بهاي الامور يستبين ستيل موجود وشغال. اوكي استطلاع ريكونيزنس اتاك جزء منه انترنت سيرشز بالسوشيال ميديا بالمواقع بكل هاي الاشياء، كيف ببني فكره عن المكان اللي بدي هاجم عنه عليه حتى بالاشخاص. اوكي حتى احيانا جزء يكون فيزيكال اتاك يكون ثريت هاي بالادرس بيوضح هذا الشيء. هو اختار راسي كبير عشان لما يبعث ايميل لاي حد من الموظفين
ياخذوه بدون امر. صباح الخير، هذا امر انه حجاوبه صباح النور. هاي اسمها كمان سوشيال انجينيرنج، سوشيال انجينيرنج الهندسه الاجتماعيه، هندسه اجتماعيه. هذا السي او مدير الاكبر راس في الشركه، بحكي لك صباح الخير بايميل فرضا، مش صباح الخير بيطلب منك ابعث لي كذا سوي كذا، امر صباح الخير بدي اجاوب صباح النور. فهو اختنص او انتحل شخصيه طلب معلومات مهمة، ابعث لي اي بيات السيرفرات الايبان تبعك. والله ابعث الايبان عشان نفتح مشروع عندكم بالبلد، بس انك مختار بيحول عليه مصاري. هو لانه هو مش مدير بالاردن، بجوز يكون ريجنال مانجر بدبي او يو اس. بعت الايبان تبعك على اساس انه احنا نفتح مشروع معكم عن طريق هاي، بس بدناش حدا يعرف. تقم شخصيه سي او، ابعث لي الايبان اوكي عشان نصير 1 2 3 4 سي او. بحكينا لك، ما هو صباح الخير بالنسبه له امر، لازم تجاوب صباح النور. ببعض الايبان اللي لي واللي للاولاد والعيله والحاره. اليوم انا ماشي بالسياره لقيت صاحب الشركه نفسه محمد ابو غزال واقف عامل بالشركه. هذا جزء من الجزء من الجزء التاكس سوشيال انجينيرنج، هندسه اجتماعيه سي او. حد بيحكي سي او؟ لا 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 تمام. طيب كمان ديسكفري، اوكي عرفنا المنظومه، ممكن احتاج ديسكفري مثلا اعمل اوكي سيسكو دوت كوم شو اي بيتهم، وحدات بينج والله شو عندهم غير اي اي بيات، باب فيسنج الانترنت، شو في سيرفيسز والله هذا ال 1111 عليه سيرفيس التاليه في مفتوحات ال 443 وال 80 واس ام تي بي وغيره، ليست اوف سيرفيسز. انا اسلك بجبنا الدومين وجبنا ممكن ميل سيرفر تاعتهم، بجيب كثير معلومات. البينج سويب مش راح اعمل جماعه بينج هيك والله ابنق والله على الاي بي بينج مثلا، بينج من هون اي بي اي بي واشوف ال 1.1 بده يطلع 20 اي بي، بروح على تول اسمها ان ماب مثلا، ان ماب وان اي بي بابليك بالانترنت او انترنال بغض النظر، مش شرط الاخينا الثريت اكتر يفتح تول زي هيك، ممكن سكريبت يا جماعه المالوير يكون سكريبت بعت لي اياه بس يرن يعمل سكاننج اوتوماتيكلي، كانه بيعمل بايده هيك، يكتب الاي بي او الرينج حتى بغض النظر بابليك اور برايفت اي بيز. اوكي انا بدور على رينج اوف اي بيز، شو فيهم سكان، شوف هذا كوماند، يعني كانك كتبت كوماند اسمه ان ماب داش تي 4 داش اي داش في والاي والرينج النتورك 192.168 واحد 100.0 على 24 سكان. سيدي الكريم بلش يعمل سكانينج، راح يعطيني والله اي بي الفلاني موجود، الاي بي كذا مش موجود. اوكي لا بلاش هاي انا 101. اوكي ريبلاي من هاي الاي بي، تخيل اوكي هاي ريبلاي وبورت سكان. بدي اوريكم انه بورت سكان كمان، انه في بورت سكان. لاحظوا مثلا هذا الاي بي 100.124 عليه بورت نمبر 139 تي سي بي، ايضا عليه اتش تي تي بي اللي هي 80 مفتوح، عليه كمان تلنت مفتوح. اوكي حلو، وكنت تقول اقدر تنظم لي مثلا اوكي انا لو سمحت اعطيني شو في مفتوح اف تي بي او اتش تي تي بي، وين اجهز عليه اتش تي تي بي. هذا جزء من البورت سكان والبينج سكان، سكانينج للنتورك. تمام البينج سويب، بس البينج مش بدون اي بيات، بدون بورتس، عفوا بدون بورت نمبر، في اف بينج وجي بينج اوكي، غير عن هاي كبينج سكان. اوكي البورت سكان عارفين شو الفرق، البينج بيعطيك الاي بيات بس بدون ما يعرف يعطيك بورتس، البورت سكان لا بيعطيك اي بيز وبورتس، وحدات عليه هذه السيرفيسز، اثنينات عليه سيرفيسز اخرى. تمام منها الانماب، الانماب كوماند لاين، يعني ما بتشوف القوي تول اللي شفت فتحت لك اياها، تنزل عندك انماب قوي عفوا كوماند لاين، تكتب والله بينج ماينس تي 4 داش في كذا كذا كذا، تحط الاوبشنز اللي بدك اياها. الزن ماب هي القوي للان ماب،
اللي انا فتحته زين ماب بيستخدم تحتي الان ماب بديله او غزيه سوبر سكان. الاكسس اتاكس الاكسس اتاكس انا الغايه كثيرت اكتور بسميه جين اكسس، احصل فوت برينت موضع قدم مكان انطلق منه داخل منظومه لباقي الكومبوننتس. اوكي مش شرط انا هكر ولا اخترق كل الكومبوننتس، انا بدي اروح على اشياء حساسه على داتابيز على سيرتن ابلكيشنز. اوكي طيب الاكسس اتاك بيشمل الباسورد اتاكس زي ما حكينا من شوي عشان تحصل موضوع قدم. يعني تخيل انا بدي افوت مش بهي الطريقه، يعني تخيل نفسها اجي افوت شيرنج على جهاز، مش شرط اكتب بالسيرش بار الاي بي انا كاثرت اكتور بهي الطريقه، ممكن كوماند افتح الشيرنج مع الجهاز 100.124 وكذا كذا كذا، سواء بكتبه جوي او سواء بكتبه كوماند بالويندوز او باللينكس وات ايفر. هون يعني المره الماضيه طلب منا بس اني فاتح بيطلب من يوزر نيم وباسورد، بس هاي المره فتح اني فاتح مسبقا قبل هيك. عيد لما تطلب تفتح شيرنج فرضا او سيرفيس معينه بتعمل اوثنتيكيشن داخل يوزر نيم وباسورد. ما في لك غير مش لكن المره الماضيه طلب مني يوزر نيم وباسورد لاني فاتح مسبقا ما طلب يوزر نيم وباسورد، بدك اكونتس. طب من وين بدي اجيبه؟ اوكي فبكون واحد من الجين اكسس او الاكسس اتاك انك تعمل باسورد اتاكس. احذر ما يكون الديفولت ادمنستريتور 1 2 3 سيسكو الديفولت ممكن تعملها اوكي، او تركب الباسورد 1 2 3 1 2 3 4 5 اي بي سي 2 ومش عارف يعني اشياء الكومن، او ممكن نسميه بروت فورس اتاك يركب الباسورد الممكنه. اوكي ممكن ايش عن طريق تروجن هورس. اوكي يعني انا بدي هذا الماشين مهمه هاي الماشين اللي هو 100.124 لكن اوكي انا ممكن انزل مالوير ديليفرينج مالوير بطريقه ما بجيم ولا بفري وير او بايميل ابعث له لينك يفوت عليه او 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 يفتح اتاتشمنت ينزل عنده مالوير. هذا المالوير غايته كابتشرينج الباكيتس اللي من مثلا ابراهيم والله انفكتد بهذا المالوير والادمن واخذت منه اليوزر نيم وباسورد بدي اي اكونت منه انطلق. اوكي فيلا حصلت والله اي بي سي اليوزر والباسورد حصلت 1 2 3 نزلت مالوير هاي فتح معي المشين نزلت هذا المالوير على هاي المشين، بس هذا اليوزر بصلاحيات بسيطه ممكن بطرق ثانيه. اوكي ابلش اجيب اليوزرات على هاي المشين على هذا السيرفر، قد يكون هذا السيرفر عليه يوزرات اخرى حصلتها عملت شيء كله هذا ريليت يا جماعه الغايه انه احصل اكسس على هاي المنظومه. اوكي فزرعت لي انا عميل او عملاء يعني مالويرز وحصلوا هاي بريفيليج. اوكي طيب ممكن تحصل اكسس من خلال باسورد اتاكس، ممكن الاكسس اتاك يكون شيء مسميه تراست اكسبلويتيشن. تراست اكسبلويتيشن بالتراست اكسبلويتيشن انا هذول اكزامبل تكون مش قادر اخترقهم، عنده انظمه حصينه وقلعتهم جامده صعب اختراقها بطريقه ما عرفتهم فيك شبكين مع ماشي نقول اكزامبل دوت كوم سامبل دوت كوم شركه ثانيه في كونكشن كنتورك يا سيدي بنك اكس وبنك المركزي في بينهم كونكشن كاي تي نتورك امانه عمان واداره ترخيص في بينهم كونكشن كنتورك جامعة إكس والتعليم العالي في بينهم كونكشن كنتورك، مدرسة سيل ووزارة التعليم في بينهم كونكشن. أوكي هذا إكزامبل دوت كوم حصين لكن في كونكشن مع طرف آخر أخف شوي. أيوة ما أخترق أخف شوي وأحصل موضوع قدم عندهم ثم أنطلق للهدفي. أنا مش أنا هذول السامبل دوت كوم مش هدفي،
لكن تستغل نقطة الاتصال الثقة والثقة اللي بين سامبل وإكزامبل. أدخل لإكزامبل بتكون خلال تراست بوينت. أبو هذا حرامي ما جو زي وضع جاي يحصل غنيمة. فبدي تعب يعني عشان أحلل راتبه. الشغل يضيع بندوقة أيوة. طبعا مش شرط يعني سامبل واكزامبل. ممكن يا سيدي انا فايت على اكزامبل دوت كوم، لكن انا بمكان اي او بسيستم اي او بنتورك اي، بدي ادخل على نتورك بي او سيستم بي، بس مش قادر ادخل مباشر على بي، بستغل نقطه ثقه بين نتورك اي ونتورك بي او سيستم اي وسيستم بي او ابلكيشن اي وابلكيشن بي. اوكي المهم استغل نقطه ثقه بين ادخل الى الهدف. ممكن شيء بنسميه port redirection. كمثال مثلا استغل again access ب port redirection. انا عندي هون هذا المشين بدي امزد عند الفايروول، هاي facing accessible بالانترنت ورا الفايروول هاي المشين، فالناس بالانترنت بيقدروا اكسس مثلا هاي المشين بوضع طبيعي، لكن انا عاملها نزل عليها مالوير، هذا compromised host ونازل عليه مالوير، فاتح port 23 و 23 عفوا فاتح بورت مثلا HTTP هذا بيرميتد من برا. اوكي عليه مالوير، هذا المالوير لما يجي عليه HTTP اوكي يجي ريكوست HTTP بيحوله. طبعا نقطه ثانيه، هذا الهوست بيقدر يحكي مع هوست جوا مع هوست اخر مثلا داتابيز جوا من خلال الفايروول. اوكي شو بعمل انا؟ انا بصير الترافيك اللي بيجي HTTP يريدايركتد يتحول الى من هذا الجهاز اللي A الى الهوست B، من A الى الهوست B، لكن يوزنج تيلنت. يعني انا بطلب ابراهيم ببعث له HTTP كومبرومايز ابراهيم عليه مالوير، الطلب لما يوصل عند ابراهيم ك HTTP مباشره يتحول طلب منه الى جهاز اخر مهند ويوزنج تيلنت مش نفس السيرفيس. فممكن احصل اكسس على سيستم بي من خلال بورت ريدايركشن. ممكن يكون الاكسس جين اكسس من خلال مان ان ذا ميدل، اصير انا بخط الترافيك بين الطرفين. مان ان ذا ميدل، مان ان ذا ميدل هذا جهاز بحكي مع هذا الجهاز بالوضع الطبيعي للترافيك هيك رايح جاي، خلي الترافيك يجي لعندي. يس مثلا منها كيف يتم ذلك؟ من مثلا واحد من خلال الارض، اثنين من خلال كذا، ثلاث من خلال شيء ثالث، اربعة خمسة، في طرق عديدة منها الارض، منها الارض. اوكي نسميها مان ذا ميدل. طب شو استفاد هيك؟ ممكن يفوت تلنت او اس اس اتش او سيرفيس معين وحط يوزر نيم وباسورد بتكون نوت كلير، عفوا كلير نوت انكريبتد، كون الباكيت مر عليه فات تلنت. خلينا ناخذ مثلا فات تلنت او يا سيدي فات HTTP على هذا السيستم، اليوزر اي قاعد بيدخل على سيستم بي وعبر HTTP وبعث اليوزر نيم وباسورد زي ما شفنا المره الماضيه، ومرت هاي الباكيتس على الاخير ان ذا ميدل فسنيفنج الباكيتس وشاف اليوزر نيم والباسورد حصل اكسس. الاتاك الاخير، النوع الاخير من الاتاكس الموارد، شفتوا كيف ريكورنس اتاك كيف غايته واستهدافه، وهي مرحله اولى، الجين اكسس مرحله ثانيه، وثم الغاية ممكن يكون تخريب خدمة، ممكن تشفير بيانات أو أنواع أخرى الغاية القصوى. لكن خلينا نأخذ هاي الغاية من أتاك النوع الثالث اللي هي denial of service، تعطيه الخدمة. الغاية من هون أنه أنا بدي أوقف خدمة معينة للبزنس أو خدمات معينة، ويب سايت أو إيميل أو نظام بيع، نظام تتبع شحنة وغيره من نظام العملاء، نظام المحاسبة نحكي بالمستشفى
وتعطيل تعطيل وات ايفر كان الخدمه دي سي بي سيرفر يا سيدي اي خدمه ممكن اعطلها من خلال بكون هذا الغاي من هذا الاتاك دينايل اوف سيرفيس. الدينايل اوف سيرفيس لما يصير في شيء بسميه بالعاده السيرفيس هاي بتقدم خدمه لليوزرز او الناس او الماشينز الاوثرايز، لكن انا بكون نت اوثرايز ممكن اعطي الخدمه عن الاوثرايز انتيتي. انت بتستخدم نظام دي اس سي بي بتاخذ منه اي بيات اوكي عطلته بطلت انت اوثرايز تاخذ منه اي بي من هالسيرفر انا عطلته وقفت الخدمه هاي توزيع الاي بيات عنك يا اوثرايز انتيتي ماشين يا يوزر يا كذا اوكي وقيس عليها باقي الخدمات. الدوس اتاك الدوس اتاك تحقق بكثير شغلات مثل الذاكرين اللي ما حكينا عن ساين فلودينج ساين سينكرونايزيشن تبع تي سي بي ساين فلودينج ها ذاكرين قلنا ضلك مع هاف اوبن سيشنز على سيرفر بيهنق على سيرفر وبروح داون هاي دينايل اوف سيرفيس يس دينايل اوف سيرفيس. طب كيف ممكن تبعث شيء مسميه ما يعني يعني مستغلا حجم باكت كبيره غير متوقعه بتستعمل دينايل اوف سيرفيس مستغلا باكت مشكل بطريقه خاطئه اوكي حط السورس اي بي وديستنيشن اي بي نفسه بعث لك ابراهيم داتا من مين منك الى مين الك والسورس بورت نمبر 80 ديستنيشن بورت نمبر 80 مثلا ذا الداتا رايح جاي عندك هي يسميها لاند اتاك بس هاي ما هاي باكت طبيعي لا باكت بشكل مهيئ بطريقه تخريبي اوكي فيحقق باساليب عديده الدينايل اوف سيرفيس. انت شغلات بعد ما دخلت النتورك انا جزء من بعد انا بقول لك كثير اكثر جزء عن بعد من بعد جزء من الانترنت مش شرط انه جنبك يعني بس انا قلت لك البروسيدر انت بتحكي عنه مثلا عمل بينج او مثلا عمل لا بينج من برا ليش بدي ادخل من النتورك انا بعثت لك باكت مني لك منك لك وانا من برا انا بالانترنت بغض النظر المصدر من برا من داخل بغض النظر يعني واحسن شيء انا بلش هاجم من جوا بس احصل موضع قدم ها اوكي احسن شيء احسن شيء بس لو كان من برا بيصير ريموت ولا لوكال بيصير. طيب في شيء اسمه ديستريبيوت الدينايل اوف سيرفيس صح مصدر اتاك ليس ماشين واحده ماشينز يعني مثلا كان يبعث TCP sign flooding على هذا السيرفر اوكي TCP sign flooding ممكن يكون في فاير هون بحكي هذا المصدر قاعد بيبعث بيفتح سيشنات نص مفتوحه صار مبعث 100 مره خلال الثانيه الاولى ولا ثانيتين شكله مش طبيعي هذا بلوك. طب تخيل يجي الطلبات هذه الطلبات زي sign flooding من عده مصادر من عده مصادر distributed اوكي هذا الفايروول بحكي لها شيء طبيعي طلب من الجهاز اول ثم طلب ثاني من جهاز ثاني فثالث رابع خامس سادس عادي شيء طبيعي معتادين لكن تخيل يكونوا متناغمين هذول المصادر هذا الدوس موزع ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس دي دوس بنسميه هذا خطير لانه مش سهل يعني من الصعوبه تديتكت هذا النوع من الاتاك. طيب طب سؤالي هم معلش كيف بتناغم يعني هذول شو علاقتهم ببعض هو هالثريت اكتور هذا المخترق مش يعني عنده مشتري له 1000 جهاز منزل عليه سوفت ويرات يلا يا شباب بلشوا اهجموا كل اللي بيشتروا العبال هو بيستغلك ناشر ضرره على كثير انفكت ماشينز اوكي عندك وعندي وعند غيره وهذول مصدر تهديد لنقطه اخر نقطه اخرى يا طب اوكي يعني هي هاي الاجهزه تتصرف دون ارادتها يس زومبي سميها بوت اوكي وهي شبكه من البوتس عشان هيك بنسميها بوت نت. طب معلش اوكي انا اقتنعت هالمالوير نزل هون وهون 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 جمع له عدد كبير من الاجهزه طب هي بدي احكي لهم هيك بايده يلا هيك يرفع سيفه اهجموا تخيل جيش عندك يعني الجيش موجود هاي الجيش من الاجهزه موجود انفكتد ويأتمروا بامره القائد اوكي الهاندلر نسميه طيب طب كيف بدير لما يرفع ايده ولا سيفه يتحركوا يتناغموا مثلا شو بدهم يعملوا اوكي
لازم يكون في تواصل بين بينه. ممكن سي تو سي. يس يس. هذا الثريت اكتور وهاي الانفكتد نحكي ماشينز. اوكي في تواصل في كوماند اند كنترول او سي تو سي يعني او اسمها سي ان سي او بنسميها سي تو. كل هذول المسميات نفس الشيء. التخاطب والتواصل بين الزومبي او بين البوت واخينا الماستر. خلينا نسمي البوت ماستر او الهاندلر له تركيبه يعني بدناش نفوت بتفصيل البوت نت. يا شباب ابعثوا بينج مثلا او ابعثوا تي سي بي ساين فلودينج بالتفاصيل تاعي دورك فثم الثاني فالثالث فالرابع بجدولهم انا. اوكي مفاتح خطوط اتصال مع الانفكتد. طب كيف مع شو خطوط اتصال يعني برن عليه تليفون؟ لا باكت. طب باكت يعني في سيرفيس. اه سيرفيس تواصل مع هذا الزومبي اتش تي بي. تخيلون انا سيرفر برا. تخيلوا هذا انا ثريت اكتور ماشين. اعتبروني كيف اللي بتعامل مع الجوجل والفيسبوك او اي ويب سايت برا او هوست برا اتش تي بي. هذول مسموح لهم يحكوا اتش تي بي مع اي شيء برا. اتخاطبوا معي يا شباب يا زومبيز اتش تي بي او اور اتش تي بي اس عادي. شو بده يمنع؟ شوف كيف نستغل اتش تي بي. اوكي فهمت. بدكم تطلب مني بدكم تسالوني عن شغله ابعثوا ريكوست كويري بوت جيت ديليت كذا وجاوبكم تمام. اتش تي بي اس دي ان اس اي سي ام بي بروتوكول طبيعي استخدم لشيء تخريبي اللي هي التخاطب بين البوتنت عناصر البوتنت او بين الماستر والبوتس. وبلشوا يتحركوا يتصرفوا دو بامره الثريت اكتور زي الزومبيز من خلال مره ثانيه انفكتد ماي مالوير. كيف ببعث المالوير بلعبه بكذا بايميل باساليب عديده جدا. بريك ونكمل. نكمل موضوعنا. احنا شفنا الاتاكس وانواعه واشكاله والمالويرز. بيضل كيف ندافع كيف نتجنب هذه الاختراقات والمشاكل والاتاكس اللي ممكن يصير من خلال تبني فكرة ديفنس ان ديبث لايرد ابروتش. ببداية محاضرتنا حكينا لو بدي احمي شيء معين ثمين استخدم عدة اساليب للحماية. لا يكفي اسلوب واحد لانه اذا اخترقت او فشل هذا الاسلوب بحمايتك راحت عليك. فكرة استخدام عدة أساليب متنوعة مترابطة نسميها ديفنس ان ديبث او لايرد ابروتش. لايرد ابروتش الفكرة هون تستخدم تقنيات مختلفة بتو سيكيور المنظومة تاعتك. اوكي هذا هي مسميه ديفنس ان ديبث. بالديفنس ان ديبث احنا بنستخدم مثلا فايروولز اي شيء اسمه اي بي اس تريبل اي سيرفر ايميل سكيورتي ابلاينس ويب سكيورتي ابلاينس. هذا تنوع من تقنيات بيرفع مقدار السكيورتي لانه كل واحد بيؤدي سكيورتي من زاويه معينه. الباب له جزء لكن ما بستغنى عن الباب اذا حطيت سور او حط كاميرا استغنى عن الاساليب الاخرى. الباب والسور والكاميرا وسور ثاني وقد يكون خندق وجسر فوق الخندق وابراج مراقبه. كل هذه التقنيات والاساليب المختلفه بسميها اللايرد او اللي هي ديفنس ان ديبث. هذا الطريقه بتزيد من مقدار الحمايه. ولو كان استغل واحد من هذه الحلول او هاي استغل وتم اختراقه في الباقيين بيأدوا دور حماية. يعني فشل واحد منهم بيعالجوا الاخرين. احنا الحماية لا تحت يعني ما بنكتفي والله يعني بالنتورك سيكيورتي نضيف بس يعني نضيف فيرول وضيف اي اس اي واي بي اس. السويتش نفسه اللي بين ايدينا والراوتر اللي اوريدي هذا شيء مكون اساسي من النتورك هو واحد من الجيش
واحد من هذا الابروتش عنصر اساسي. راح نشوف السيمستر 2 يا جماعه راح نستخدم فيه امكانيات كبيره جدا بالسكيورتي فور بالسويتش فور سكيورتي. راح نعمل كونفيجريشن لفيتشرز بالسويتش لتحقق سكيورتي. طب هل هي بديله على الفايروول؟ لا، هي جزء من المنظومه او فكره الديفنس ان ديبث اللايرد ابروتش. اوكي، طب لو شفنا مثلا المنظومه اللي بين ايدينا، عندي هون نتورك لكوربوريت لشركه، في سويتشز شابك الاند بوينتس والسيرفرات واليوزرز. اوكي، هاي المنظومه الداخليه احنا شايفين عينه منها، يعني في هون اجهزه متصله بالسويتشز وسيرفرات. اوكي، وفي ايضا خدمات عامله بهاي المنظومه، ويب سيرفر. اوكي، وهذا الويب سيرفر يعني فيسنج الانترنت، كونكتد على الانترنت، صحيح مش دايركتلي ورا فاير وول، لكن في خدمات تنشر الانترنت، يعني في حدا يوزرز من هون من برا مثلا بياكسس هذا الويب سيرفر، قد يكون ويب سايت للشركه، وقد يكون ويب سيرفيسز مثلا نظام بنك او علامات طلاب للجامعه او نظام تعليم الكتروني لمدرسه، بس موصول على الانترنت. تمام، مش شرط يكون ويب سايت. اوكي، يعني انا بدي اشوف علاماتي، شوف بدي اعمل امتحان اونلاين، كيف تفوتوا على النت اكاد؟ نظام تعليم هو، ليس الويب سايت، ليس قد يكون بالوجه ويب سايت لكن جواته لما تعمل لوجن نظام تعليمي كامل بس من خلال ويب سيرفيس. اوكي، ايضا عندهم ايميل سيرفر، ايميل سيرفيس ارسال للبزنس، عندهم ايميلات خاصه فيهم، وعندهم دي اتش سي بي سيرفر بيوزع اي بيات للمنظومه كامله الاجهزه الداخليه. قد يكون other services مثلا في سيرفرات، اوكي بس مش ممكن يكون بهاي المنطقه، ممكن يكون في سيرفرات جوا هون داخليا، هون في سيرفرز، نظام مثلا HR، نظام tracking للفيكلز وغيره من الانظمه، نظام finance ونظام other systems relate بس مش للانترنت، مش facing الانترنت. اوكي، طيب اللي بنحكي فيه هون شوف مكونات هاي البزنس، هاي الكوربوريت لهذا البزنس. في عندي هون في بي ان، في بي ان كونسنتريتور، اليوم العمل عن بعد، الناس اليوزرات اوكي موظفين عن بعد بياكسسوا المنظومه، بياكسس الاتش ار الداخلي كانه جالس هون. اوكي، هذا الشخص اللي اسمه اي بيشتغل من البيت كانه جوا السيستم. اوكي، وبيشتغل مع الاتش ار، يعني فايت على نظام الاتش ار وبيشتغل عليه. ها، لا شخص عادي. كيف ممكن انا يوزر، انا مدير الاتش ار، فاتح اسيستنت تبع الاتش ار، انا دكتور الجامعه وشايف الماده مين علامات الطلاب والطلاب اللي فيها، نظام مثلا نظام المواد بالجامعه، سواء كنت جوا الجامعه او من خلال الانترنت، الفي بي ان يوفر كيبل وهمي امن. كيف مربوط هذا اليوزر هون هيك، هيو هذا اليوزر، هيو هيك هذا البي سي مربوط برايفت جوا المنظومه وامان، هذا الكيبل الوهمي ممكن اسحب له اياه هيك لبرا عبر الانترنت ويشبك جهازه من الخارج من الانترنت عبر الفي بي ان فيرتشوال برايفت نتورك. نشوفها بالكورونا وعايشناها كثير، صح، العمل عن بعد. طب كيف كانوا يدخلوا على الانظمه يدير البزنس؟ يعني دائما الموظف بده انظمه يشتغل عليها حسب طبيعه عمله، صح. طب هذه الانظمه مش واصل الانترنت، ما بوصل الانترنت، انا بش بعمل في بي ان كاني بعمل كوابل وهميه، كانها كوابل وهميه مربوطه مع من الداخل، كانها كوابل وهميه مربوطه من الداخل توفر برايفت كونكشن للاوتسايد يوزرز، او مش شرط يوزرز، ممكن ريموت سبورت، ممكن انا كشركه ما اخذ سبورت من شركه ثانيه تعمل لي تكنيكال سبورت للسويتشات والراوترات وغيره، بفوتوا في بي ان عندي، وممكن غير الفي بي ان استخدمه اربط فرع اخر سايت لسايت، انا عندي انذر برانش موجود بمكان معين هون في برانش إلي، ورابط عبر الفي بي ان
كأنها برايفت كونكشن، كأنه وان تكنولوجي. فهذا بوفر حماية لهيك كونكشن، هذا الفي بي ان. الفايروول دور أساسي يعزل بين النتورك. شوف الراوتر هذا الراوتر لو كان عندي هو لان 1 لان 1 ولان 2 وصلتهم على الراوتر، كونفكت الراوتر بشكل ممتاز، الترافيك اللي بين لان 1 ولان 2 يمر عبر الراوتر وبدون قيود وشروط وكل شيء مسموح، صح؟ لكن لو حطيت فايروول، الفايروول يعمل بفكر الراوتر، لكن خلينا نسميه بين قوسين بلئامة. كيف يعني؟ ما بيمرر الترافيك، يمنع الترافيك الا المسموح له، عكس الراوتر كل شيء مسموح. الفايروول يحكي لك لا، الاغلبيه او كل شيء ممنوع الا اذا سمحت اخترت ما هو مسموح. نفس فكر الراوتر معكوس لكن بالمنع. طيب الفايروول اذا يعزل بين نتورك ونتورك، طب شو بدك فيه؟ انا تخيل منظومتي الداخليه شابكه على الانترنت، لو حطيت هون راوتر بلا فايروول، بصير الترافيك اللي المنشأ من الانترنت والداخل المنشأ من الانترنت نسميه الانباوند ترافيك مسموح باي ديفولت، سواء لهي المنطقه او اي منطقه ثانيه اخرى، لان راوتر. لكن لو انه كونه فايروول سيعزل هذه المنطقه الخارجيه بنسميها الاوتسايد عن المنطقه الداخليه اللي هي الانسايد، حتى ممكن نعمل منطقه محايده بنسميها دي ام زد ديميلترايز زون، هاي انسايد ديميلترايز زون، ثلاث مناطق مش لانات، قد يكون هون بالانسايد لانات، ليس لان واحده، لانات شبكات، والدي ام زد نفس الشيء، اوكي. لكن هو عازل بين هاي المناطق المختلفه عشان واسمح الترافيك معين بين، واسمح اصلا شو هذا بيعمل الاي اس اي، بيسمح للترافيك بالانسايد الاوتسايد، بيسمح له عادي الجاي من جوا للبرا بيسمح، الترافيك اللي جاي من برا للدي ام زد لا مقيد مسموح بقيود، مش كل الترافيك اللي من الاوتسايد للداخل ممنوع. هذا الدور الفيرول. في نظام اسمه اي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم، قد يكون المحتوى للترافيك المار من الداخل إلى الخارج أو بالعكس حاملاً باد كونتنت، مالوير مثلاً. طب الترافيك بيحمل مالوير؟ يس. تخيل HTTP نزلت فايل PDF أو إكسل أو EXE فايل مثلاً من الإنترنت، أو بعثت فايل، قد يكون هذا الفايل اتاتش مع فيروس أو مالوير، قد يكون اصلا يعني زي ما شلت البي دي اف تشيل مالوير بدون ما يكون اتاتش مع البي دي اف. الاتش تي بي ترافيك ممكن تجيب جافا سكريبت او كود معين كانه سكريبت عادي لكن هو ضار. طب مين بده يشيك على هذا المحتوى سليم او لا؟ الاي بي اس تروجن بريفنشن سيستم. راح نفصل اكثر لاحقا بالاي بي اس وكيف يعمل وايش بنسميه، بيؤدي دور شيء اسمه زيرو دي اتاك. زيرو دي اتاك زيرو دي انه في المالوير في انه ايوه غير معروف باعتبار زي الفيروس الكورونا بنعيشه وغير معروف ما له دواء ما له علاج، فهم بنسميه زيرو دي، زيرو دي مالوير. فهذا الاي بي اس لو كان هذا المالوير غير معروف كان ديتكت وبيمنع. الاي اس اي والدبليو اس اي انظمه خاصه خلينا نروح على الدبليو اس اي ويب سكيورتي ابلاينس. بالدبليو اس اي هو يحمي الترافيك اللي طالع من اليوزر باتجاه الانترنت، لو انا بدي افوت موقع معين الترافيك بمر على هذا ال WSA بشوف هل هذا اليوزر مسموح له يحكي مع هذا الويب سايت او لا. طب لو حكى مع الويب سايت، هذا الويب سايت امن ام غير امن؟ فهو بشيك هاي الامور، عنده تقنيات متمكنه وحتى بشيك على المحتوى، هل الترافيك ال HTTP او ال HTTPS اموره تمام، يحمل محتوى سليم او غير سليم. فاذا الامور تمام بيمشي، غير مش هيك بيعمل له بلوك. هذا بالنسبه للويب سيرفيسز. طيب في عندنا الايميل سيرفيس الاي اس اي، فيما لو حد يبعث ايميل عندي ايميل سيرفر يبعث ايميل لبرا او يستقبل ايميل من برا، اما اوت باوند ايميل او ان باوند ايميل، فهو بيشيك على هذا الايميل هل هو سبام، هل يحمل اشياء ضاره، هل بتحكي مع دومين بات او مش بات، بيحمي خدمه الايميل.
شفتوا كيف تنوع بالحلول وكل واحد بيأدي دور مختلف عن الثاني. التريبل اي سيرفر ايش مسميه؟ ما عنده طبعا اكاونت يوزر اي ويوزر بي ويوزر سي، وكل اكاونت كل يوزر شو صلاحياته، واذا في يوزر هو بده يشبك مثلا جهازه بده يشبك على النتورك، ممكن هذا السويتش شوفوا انا ممكن امنع السويتش يعطيه اكسس الا بعد ما يعمل الاوثنتيكيشن التحقق مع هذا السيرفر، يبعث المعلومات الخاصه فيه، ما اليوزر نيم والباسورد لك، يبعثها له للسيرفر عن طريق السويتش. اذا الامور تمام بيشبكه بيعطيه صلاحيات معينه، اوكي، يمنع مثلا انه يحكي مثلا مع سيرفر اتش ار، اوكي، ويسمح له مع باقي السيرفرات، بيعمل له اوثرايزيشن وبتابعه، ممكن اخليه يتابع شو عمل حركات شو عمل التغييرات كل هاي الامور تبع الاي سيرفر. فبنسميه نتورك اكسس كنترول، بيقيد الاكسس نتورك اكسس، الاكسس على النتورك مقيد من خلال هذا السيرفر تبع الاي سيرفر ابو كيبل بس، يعني اذا شبك من خلال كيبل لا، حتى لو شبك من خلال وايرلس لو كان عنده واي فاي مشبوك هيك، ايضا لو شبك هذا اليوزر واي فاي ممكن اخلي الواي فاي تقيده ما تعطي اي اكسس الا بعد ما يعمل اوثنتيكيشن ويكون اموره تمام. فاذا عندي منظومه اسمها تريبل اي سيرفر، الاي يعني اوثنتيكيشن مصادقه، من انت؟ انا يوزر اي، طب اعطيني المعلومات الخاصه فيك، انا يوزر اي وهي الباسورد 123 تحققت منها، يس يو ار رايت انت يوزر اي، يو ار اوثرايز، انت لك الصلاحيات لتعمل كذا كذا، لتحكي مع النتورك بيرميت تو مع النتورك 10000 على 24 ودينايد من النتوركس او الاشياء التالية. هاي وين بتنعمل مثلا؟ تصير على شيء اسمه اكسس كنترول ليست قد يكون، او اساليب اخرى على السويتش تمنع وتسمح لهذا المشين مع مين يحكي. اكاونتنج متابعتك ومحاسبتك شو عملت، مش محاسبتك مقصود متابعه، اكسست السيرفر الفلاني كذا، عملت ارسلت ايميل، استقبلت ايميل، فتحت الويب سايت، اوكي، عملت بينج، كل هاي الاشياء حركاتك مسجله لمتابعه، لانه اي شيء مشبوه عملته يمكن متابعته. خل اكاونتنج في تريبل اي سيرفر، هي هي اوثنتيكيشن اوثرايزيشن اكاونتنج. ايضا السكيورتي شيء مهم، موضوع الباك اب يا جماعه، الباك اب، هذا الباك اب، الباك اب نعيدها 100 مره، الباك اب، خذ باك اب من السيرفرات من الداتابيس، خذ باك اب من نتورك ديفايسز الكونفيجريشن السويتش والراوترز والفايروول والاي بي اس، اوكي، خذ باك اب من الايميلات اللي على السيرفر. الباك اب ضروري جدا ليكون عندك قدره للاسترجاع، تريستور هاي الباك اب عند الحاجه، لو صار عندك رانسوم وير شفرت كل بياناتك على الداتابيس، عندي ماخذ باك اب من فتره ومش متغيره عن الباك اب عن المكان على الداتابيس، ممكن اخسر شيء بسيط، لكن بعالج هذا الاتاك الرانسوم وير من خلال وجود الباك اب. اهم شيء الباك اب، ما ننسى الباك اب فايلز او باك اب كونفيجريشن، او الباك اب للفايل الكونفيجريشن فايلز، الباك اب للكونفيجريشن فايل فور نتورك ديفايسز، ما ننساها. ممكن اخليه اوتوماتيك، اشغل باك اب عن طريق الاف تي بي، احط هون باك اب سيرفر يصير اوتوماتيك النتورك ديفايسز والسويتشات عن طريق الاف تي بي او تي اف تي بي سيرفيس، تودي هاي الباك اب للسيرفر. طبعا الباك اب لازم مثلا يكون بيريدك، طب مثلا السيرفر مثلا السويتش ممكن كل شهر مثلا، سيرفر كل يوم او كل نص ساعه او كل ساعه حسب حساسيه البيانات اللي بتهمك. ففي عندي بلان وبوليسيز للباك اب، اوكي، وين اخزنها، بتشو الطريق، على تيبز ولا على ستورج على هارد ديسكات، كل هاي الاشياء مهمه جدا بخطه الباك اب. الباك اب شيء بيتعلق بالفريكوانسي، كل متى، اوكي، مش شرط كله كل شهر ولا كل يوم، انت بتحس حساسيه هاي البيانات. السويتش ممكن معدل التغيير عليه بالشهر مره، ممكن اخليه كل اسبوعين الباك اب للسويتش. الراوتر لا، ممكن اخليه كل اسبوع، او الفايروول لا، ممكن كل اسبوع، اوكي، يعني ممكن التغييرات على الفايروول ترددها اكثر من تردد على السويتش. طب السيرفر تبع الداتابيس تبع اوكي، ممكن نظام البيع لا حساس جدا، نظام الاتش ار لا مش كثير حساس، يعني خليه كل يومين. في الباك اب، الباك اب ممكن تاخذ فول باك اب، ممكن تاخذ كامل الداتا والسيستم والاوبريتنج سيستم، ممكن تاخذ شيء نسميه فرانشال باك اب، يعني اليوم كان داتابيز هيك بكره تغيرت، تاخذ التغييرات فقط. عندي فول باك اب قبل اسبوعين،
لكن تغيرت خلال هاليوم باخذ الديفرنشال باك اب التغييرات اللي تمت ممكن كل اسبوع وكل شهر حسب الاوكي الفريكوانسي اللي بتشوفه مناسب. برضو موضوع الفاليديشن تاكد انه الباتا اللي اخذت لها باك اب يمكن استرجاعها لك وانت تاخذ باك اب غلط مسميها بتطبل يعني بتروح فيك يعني اه والله ما اعتمد عندنا باك اب بيوم ما يصير مشكله معينه حاول تسترجع تعمل ريستوريشن لهي الداتا من باك اب اه خربانه او ضاربه او ما اخذ باك اب غلط كاين تاخذ داتا فاضيه مثلا او من التيبلز بالداتا بيز مش ماخذ كل التيبلز اوكي مكان الاستورج مره ثانيه الاستورج وين بدك اياه بنفس المكان بمكان ثاني طب ممكن يصير عندنا فيضانات ممكن يضرب كذا زلزال اي شيء يعني عظيم جدا شيل المكان اللي كان فيه الداتا والباك اب ممكن تضطر يس بيصير حاله زي هيك تضطر تحطها بمكان اخر تاخذ الداتا مثلا حطها على تيبات اشرطه او حطها على ديسكات ووزعها او يكون مكان الباك اب سوليوشن بمكان ثاني عبر النتورك واحتفاظ بالباك اب ضروري يكون سكيور مش حي الله هيك مرمي اكسس لاي حدا ضروري سكيورتي فيزيكال سكيورتي برضه للباك اب برضه جزئيه السكيورتي الباتش مانجمنت الابجريد اول شيء ابجريد ممكن تطلع شيء مسميه اوت ديتد سيستمز منتهيه اشوف والله عندي ويندوز 7 وما قبله هذا غير هذا اوت ديتد بطل مدعوم من الشركه المصنعه مش بس ويندوز شو ما كان الاوبريتنج سيستم او حتى الاجهزه عندك سويتش او راوتر مثلا 2600 طب ذس اوت ديتد ما عليهوش تحديثات ولا في عليه باتشز ولا في نت سبورتد من سيسكو بروح بعمل له ابجريد بنتقل لهاردوير او سيستم حديث ستيل شغال اوكي هذا الابجريد طب الابديت لا سيستمك شغال وبعده يصنع اوكي لكن الاوبريتنج سيستم مش محدث انت مثلا عندك ويندوز 10 يس بس اليس هو ستيل نوت اوت ديتد ستيل شغال بس الابديت الاوديت نسميه اما اوديتد بس او بنسميه اند اوف لايف برضو عشان ما انسى اند اوف لايف سيستم ها هذا السيستم اند اوف لايف بطل يصنع روح اشتري سياره مرسيدس 190 ولا 200 بدي بتروح من الشركه المصنعه يا مرسيدس اعطونا قطعه غيار انها بحكي لك ذس از اند اوف لايف اوكي ممكن لا احنا بعد نصنع بطلنا نصنع لكن اوكي في سبير بارت بعد نصنع سبير بارت خالصه فيها مش اند اوف لايف بس اند اوف سيل اند اوف سيل بطلت اصنع بطلت انتج الويندوز 7 اوكي لكن اذا عندك ويندوز 7 الابديت ستيل فاليد اليوم مثلا بحكي كمثال هذا نسميه ستيل الابديت او السبير بارتس شغال ستيل اند اوف سيل بطلت اصنع منه لكن مدعوم لو عندك مشاكل بحل لك اياه في اند اوف لايف واند اوف سيل طيب فهذا اذا كان عندك اند اوف لايف سيستمز بدك تنتقل لشيء outdated مش عبثون مش outdated still موجودة تنتقل تعمل upgrade من system لsystem الابديت انك تحدث الoperating system والapplications باستمرار اوكي لتغطي الثغرات والمشاكل vulnerability والbugs تعمل bug fixes على من خلال updates عشان هيك ممكن يكون عندك مثلا تخيل عندك 200 ويندوز ماشين طب ده ياخذ update واحد واحد لا بحكي عندي batch management batch مانجمنت عندي سوليوشن سوفت وير مثلا انا بجيب الابديت من مايكروسوفت للويندوز 10 على هذا السيرفر وهو ينشرها داخل المنظومه اليوم هاي الاجهزه بعد ساعتين الاجهزه كذا بعد اسبوع الاجهزه كذا حتى جدولها وممكن يكون باتش مانجمنت للويندوز واللينكس وكل السيستمز اللي عندك من خلال هذا السوفت وير يكون كومباتبل او قادر انه يحدث كل شيء عندك يعني يتعامل مع ويندوز مع الريد هات مع الاي او اس مع شو عندك من الفندرز الثانيين من خلال هذا وان سوليوشن يعني شو معنى باتش يعني تسكير المشاكل يعني باتش يسكر ثغره بثغره سكيورتي يعني. يعني كيف تحدث ويندوز ايش انت بتعمل ويندوز تحديث تحديث الويندوز تسميه باتش واي باتش اما بج بهذا النظام يعمل بطريقه خاطئه او يعمل طريقه صحيحه لكن هاي تعمل تفتح ثغره فبيعملوا تسكير لهي المشكله من خلال التحديث
طبعا مين المكونت سوليوشن خاص بالباتش اوكي بسمي باتش مانجمنت اوتوماتيكلي هو بيجيب الابديتس ودبلوي هاي الابديتس على السيستمز اوكي سواء ويندوز 10 ولا ويندوز سيرفر ولا ريد هات او حتى سيسكو بريتي يعني سيسكو جونيبر شو ما كان عندك سيستمز حسب السوليوشن بيديك شو بيدعم من هاي الانظمه بياخذ الابديت طبعا عندك تكنفج وتعمل له سيت اب بطريقه معينه يعني حط معلوماتك الخاصة فيك كيوزر يوزر نيم باسورد هاي التحديثات ياخذها وديبلوي هاي التحديثات على الاجهزه مثل ويندوز ماشين على السيسكو راوترز على السيسكو سويتشز فاير وولز اوكي هو بيعمل ديبلويمنت يعني دون ما تكون انت دائما تعملها بايدك اوتوماتيكلي بتتم لو جينا على الفاير وول جزئيه الفاير وولز حكينا عن موضوع الانسايد والاوتسايد والدي ام زد اوكي حكينا فيها تمام ممكن بالعاده الفاير وول يعني زمان كان يعني تحط الفاير وول انسايد واوتسايد اوكي الترافيك من الانسايد للاوتسايد الانترنت اوتسايد الزيرو بنسميه سكيورتي ليفل زيرو يعني انا الكل بيطلع ايوه هون سكيورتي ليفل هون سكيورتي ليفل زيرو شوف هذا يعني هذا فايرول كانه عنده انترفيس واصل على الاوتسايد بتكنفيجر بسكيورتي ليفل 0 عنده انذر انترفيس واصل على الانسايد بسكيورتي ليفل 100 اوكي فالترافيك اللي من العالي ليفل عالي للليفل اللو بيطلع باي ديفولت مسموح باي ديفولت وانا بدي اركر مره ثانيه في شيء اسمه مره ثانيه الترافيك بيطلع من جوا لبرا وبيجي رد عليه هذا بنسميه ريتيرن ترافيك هذا ريتيرن وفي ترافيك لا ينشا من برا بالاساس اوكي ينشا من برا اوكي الى الداخل الى الداخل هذا اسمه inbound inbound هذا اسمه outbound نميز بين outbound بين yes هذا الريتيرن وبين الانباوند اوكي فانت لما تسمح للداتا تطلع المفروض المنطقي يرجع للمسموح الرجع الانباوند باي ديفولت ممنوع حدا من برا بده اكسس شيء من جوا ممنوع باي ديفولت الا اذا سمحت طبعا ممكن احط ويب سيرفر يعني مش منطق واحد من برا بدي اكسس ماشين تاعتك البي سي تاعك اوكي لكن طبعا تحط مثلا تحط ويب بده اكسس الويب سايت اوكي اوكي اسمح من برا اني من اي شيء من برا يؤكسس هذا الويب سايت فقط طب ممكن يؤكسس هذا الويب سايت ويخترقه ويحط عليه مالوير ويصير هذا المالوير يتعامل مع الاجهزه الداخليه شيء خطير لانه جنبهم ما فيش فاير وول بين هذا الويب سايت اذا لو صار بنحط ذراع اخر على الفاير وول اسمه دي ام زد دي ميلترايز زون بنحط فيه مثل الويب واللي بيشبه الويب اللي زيه اللي بده يتاكسس من برا بيصير الاكسس هذا ممنوع بيصير اكسس هيك هذا عفوا هذا منعناه هذا منعناه شلناه من هون صار مسموح هيك هيك ممنوع من خارج الانسايد ممنوع حتى ممكن امنع الدي ام زد الى الداخل لكن ممكن يكون بالداخل داتابيس سيرفر والداتابيس ما بتاكسس من برا حاطهم بالانسايد اوكي بسمح من الدي ام زد مش من الاوتسايد من الدي ام زد للانسايد بشروط معينه قيود معينه مشكله كل شيء فعشان هيك انا بحط الديمترايز زون مع الفاير وول بهي الطريقه بكون افضل اوكي انواع الفيرولات عمد التاريخ في كثير الفيرولات لها عده انواع منها شيء مسميه باكيت فلترنج الباكيت فلترنج تسمح باكيت بير باكيت اوكي باكيت فلترنج الفيرول طريقه عمله كل ما تجي باكيت عليه من جوا لبرا او من برا جوا بيشوف ممنوع او مسموح تمام طيب تخيل مثلا هذا البي سي بيحكي مع هوست هون برا اول باكيت حكى مسموح مري ثاني باكيت شيك عليها مسموح مري ثالث باكت مسموح لازم تمر حتى بالرجعة الباكت الرجعة شيك عليها مسموح فضلي مري نفس الشيء أوكي طيب
هذا متعب على الفيرول بير باكيت والسماح والمنع بيكون بيز على الاي بي او الماك ادرس سورس اي بي ديستنيشن اي بي او سورس ماك ديستنيشن ماك تمام. في شيء اسمه ستيتفول فيرول ستيتفول خير روح موضوع ستيتفول. الستيتفول طريقه عمله غير الى ستيتفول حكينا المره الماضيه عارف وين تقدم المراحل. الباكت الاولى مثلا كان تي سي بي سمحها سمح لها مرت. الباكت الثاني والثالث تبعت الاستابليشنج الكونكشن تمت بك اذا يوجد كونكشن بين اي وبي اشيح كل باكت بعملها في تيبل عندي للمسموح اي بيحكي مع بي من جهه اي البورت 50 من جهه بي البورت 60. اذا في عندي تيبل الباكت اللاحقات بروح اشيك على الستيت فول تيبل هل يوجد سماح لهذا الباكت حسب الستيت فول تيبل. اه والله يوجد اذا تفضل مري. لا يوجد برجع اشيك هل مسموح يا باكت اه والله مسموح او ممنوع. انت ايه تحكي مع بي ممنوع. بعد ما اشيك من الستيت فول تيبل ما وجد لهم انت اللي بهذا التيبل حكى ذس نيو باكت هذا نيو سيشن اي ومع بي مسموح او ممنوع. آه يس مسموح او ممنوع. اذا ممنوع رماها. طب لو كان مسموح كانت تي سي بي لازم يكون ساين كونها اول باكت لازم الساين معمول 1 صح. اه معمول 1 اه لا يس معمول 1 تمام او مش معمول 1 معمول شيء ثاني. لا 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 مش انت مش اول باكت اذا منعتك. كيف شفتوا كيف بتصرف الستيت والفيرول اوكي. وفي كمان عنده شيء مسميه باكت انسبكشن حتى بيشوف محتوى الباكت مش هيدر الباكت بيشوف يعني بيشوف البيلود نفسه عشان هيك بيقدر يمنع بعض الاتاكس. هذا البيلود غريب مشكوك بامره الساين مش معمول 1 بقدر اعمل دوس اتاك مثلا اوكي بقدر امنع هذا الدوس اتاك من خلال امكانياتي كستيتفول والباكت انسبكشن. الابلكيشن فلترنج تسمح وتمنع لسيرتن ابلكيشن زي الدبليو اس اي ويب سكيورتي ابلاينس والاي اس اي ايميل سكيورتي ابلاينس بمنع وبسمح الابلكيشنز وتفاصيل ابلكيشن زي خدمه الايميل خدمه الويب اوكي. هاي كابلكيشن فلترنج بس كيف هذا بمنع بناء على البورت نمبر اوكي اوكي البورت نمبر 80 اه والله هذا مسموح له يحكي او مش مسموح. ومين اللي بيشوف هلا هو الاتش تي بي مثلا حتى على مستوى كونك 80 اتش تي تي بي مسموح لك الديليت مش مسموح الجيت او البوست ممكن حتى على مستوى انواع المسجات وممكن حتى على محتوى بعض المحتوى بهاي المسجات على مستوى ابلكيشن. اليو ار ال فلترنج او مسميها يو ار بلوكينج او ويب فلترنج او ويب بلوكينج فلترت المواقع اوكي. قد يكون فايروول عنده امكانيه فلتر المواقع بناء على فئات المواقع كاتيجوري تاعتها مثلا نيوز سبورتس سوشيال ميديا عمل سماح او منع على هاي الفئات او المواقع بعينها يعني حد ذاتها بنسميها يو ار ال فلترنج حجب المواقع اللي بنسميها احنا حجب المواقع. ايضا جزء من السكيورتي الان بوينت نرجع للديفنس ان ديبث حكينا عن الحلول المتنوعه لكن كمان عندنا نظام اللي هو خاص بحمايه الاجهزه الان بوينت يعني انتي مال وير الاجهزه جزء من الديفنس ان ديبث انه يكون حامي هاي الاجهزه ما بيصير بلا انتي مال وير اللي هي مسميها احنا انتي فايروس. ها اليوم صرنا نحكي عن انتي مال وير وممكن يكون عليها ايضا فايروول بنسميه هوست بيز فايروول هوست فايروول او هوست بيز فايروول. ممكن يكون عليها ايضا هوست بيز اي بي اس host base IPS سميها HIPS Trojan Prevention System كسوفتوير نازل أو agent سوفتوير agent نازل على هذا الجهاز يحقق الـ Trojan Prevention System مسميه HIPS. هذاك العادي مسميه NIPS Network Based IPS لكن basically بده يكون عنده anti malware. واليوم نحكي كمان حتى صرنا نحكي كمان على إشي اسمه EDR ايضا مع يعني سواء كل هاي يعني كل هذول قد يكون الفايروول والانتي فايروس او الانتي مالوير والهيبس والEDR قد يكون نفس السوليوشن نفس الباكج اوكي.
هي اند بوينت ديتكشن اند ريسبونس. اند بوينت ديتكشن اند ريسبونس يعمل بطريقه مختلفه عن الانتي فايروس. تمام. بعد كل هاي الحمايات بكون ناس الباسورد على ورقه وحاطهم مكتوب. لا وبعد كل هاي الحمايات انت غير امن. ما بعد كل هاي الحمايات انت غير امن. عشان هيك بالسايبر سيكيورتي يو هاف تو مونيتور المنظومه تاعتك. شوف اللوجز، شوف الترافيك، شوف كل هاي الاشياء. احنا كان فنقنا هاي الاشياء وفي ناس بيشتغلوا هاي الاشياء دائما بغير كونفيجريشن، لكن نكون في تيم ثاني بالمنظومه الكبيره يراقب الحركات اللوجز. طب بين انه في واحد تلت علينا من برا مثلا بالخطا مش عارف كيف، اوكي طب هذا خطا عم تلت على الراوتر الداخلي. طب مين شافه؟ اه في تيم بيشوفه ولو شاف شيء غريب مشبوه ببلش يشتغل على شو السبب، واذا قد يكون اتاك يمنع هذا الاتاك. جزء اخير متعلق بالنتورك سيكيورتي، اوكي اللي هو بالسيسكو ديفايسز. احنا بدنا نحصن برضو الديفايس نفسه ما يكون هو موضع قدم الاتاك. يعني مش دائما الاتاك بيكون يستهدف ويندوز ماشين ولا لينكس، قد يكون يستهدف النتورك ديفايس. نجيب الراوتنج تيبل من الراوتر عشان اعرف الشبكات مثلا، اغير كونفيجريشن السويتش عشان اعمل بطريقه ما الجهاز هذا المشبوك على الجهاز الثاني يحكي مع الجهاز الثاني باريحيه بطريقه ما فيلان وما فيلان، وهي الامور قريبه بنحكي عنها. فانا بدي احمي هذا السويتش. طب كيف ممكن يخترقوه؟ السيسكو ديفايسز عليها باي ديفولت شو سيرفيس شغاله، في كثير سيرفيسز شغاله باي ديفولت على الجهاز. يفضل تطفيها، اوكي يفضل تطفيها كونك ما بدك اياها. طيب كيف بدك تطفيها؟ ممكن تعلن سيرفيس سيرفيس مثلا اتش تي بي قد تكون شغال، احكي نو اتش تي بي سيرفر. طب هم كثار انا مش عارفهم. في فيتشر عن سيسكو اسمها اوتو سكيور، اوكي على سيسكو ديفايسز اوتو سكيور. الاوتو سكيور بتطفي السيرفيسز و بتغير موضوع الديفولت يوزر نيم والباسورد وكل هاي الامور. يعني بتعمل سكيورتي اوتوماتيكلي على كثير شغلات، منها سيرفيسز، منها الاكونتس، وايضا بتعمل شيء مسميه ريستريكشن على الريسورسز ذات ديفايس. لانه ممكن يكون مثلا في برودكاست مسجز موجهه للراوتر، تروح على الراوتر نفسه بيعالج فيها بيعالج فيها بيعالج فيها، تأزم معاه بصير سي بي يوتيلايز بشكل عالي جدا، بتاثر على ادائه. فممكن تتكنفج اوتوماتيكلي هاي اللي بتعمل هاي الاوتو سكيور تتكنفج، يعني ريستريكشن ما السي بي يو تحت الراوتر لا يستجيب لاكثر مثلا من 50 مسج برودكاست بالثانيه مثلا، تعمل ريستريكشن حماية للريسورسز للراوتر او سيسكو ديفايس. لما تروح على الاوتو سكيور مثلا، لو شفنا هذا الراوتر، هذا الراوتر نيبل اوتو سكيور، شو بيسالني؟ ذس راوتر كونكتد تو انترنت، بيسالني عشان اذا كونكتد انترنت الاعدادات اللي عليه غير لو كان انترنال راوتر مثلا. نو معطيني باي ديفولت نو، اوكي حطيت انتر بيختار انتر سكيورتي بانر. شوف يعني ممكن انا ما يعني ممكن تكرفق البانر بالكوماند لاين تعلمناه سابقا، او تحط البانر اللي بدك اياه هون. طلعت مسج هاي تاعت المسماتش، هاي مسماتش. خلينا اوقف كنترول سي، كنترول سي اوقف الاوتو سكيور، بدي اروح على الانترفيس اللي اسمها فاز 00 0 0 وحط الدبلكس دبلكس فل عشان يتطابق مع السويتش، مش متطابقين عشان ما ضل تطلع لهي المسج. طيب مره ثانيه اوتو سكيور بالاسهم، اوتو سكيور كونكت للانترنت، لا حط البانر دونت اكسس، بدي احط سريعا البانر دونت اكسس، ما بدي اكبر اوكي البانر. طبعا لا هو يفضل كبره وخليها ملحوظه للقراءه دونت اكسس. يلا ما انتبهتش بلكي اخذ دي عشان اوكي اخذ الدي اوكي صارت اونت اكسس ها. طيب اني واي حط السيك للانيبل
يلا 1 2 3 الريليتد للسكيورتي 1 2 3 راح بده مش راضي 1 2 3 ماكس بنتين 6 ل 25 كاركتر. انت بتظهر هناك 1 2 3 هون ما بيظهر. طب اي اي بي سي 1 2 3 يا بياخذها كونفيرم اي بي سي 1 2 3 نيو اي بي سي 1 2 3 شكلي مش ماك اي بي سي 1 2 3 شو هذا. طيب نيو انيبل باسورد ليك كان سيكريت. طب ليه هسه حطينا باسورد راح تروح السيكريت الباسورد انيبل نيو باسورد كونفيرم انيبل سيكريت اوكي انتر نيو باسورد انيبل باسورد. لا 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 ما بتروح هاي 1 2 3 4 5 6 لا بتضل بياخذ تحت السيكريت بس يعني صفر دائما لا اه بس يس ما لها داعي هي فعليا مش راح حيجنورت ما دام السيكريت عليها باسورد انيبل انتر يوزر نيم. احنا ما اخذنا يوزر نيم راح يجي موضوع يوزر نيم مثلا بدي مثلا اي بي ماسترز يوزر نيم راح نيجي نعرف بالكوماند لاين كيف نشئ يوزر نيم الباسورد الاي بي ماسترز اي بي سي 1 2 3 اي بي سي 1 2 3 لوكينج بي ار سمع هذا يعني شوف اجى بيعمل سكيورتي فيتشر مش بيطفي سيرفيسز لو حدا حاول يدخل اربع خمس مرات خليه اربع مرات كذا مره اعمل بلوك يس بلوك بيريود كم اعمل بلوك لمده يوم ساعه شهر اسبوع ثانيه 10 ثواني خليها مثلا 20 ثانيه ماكسيمم اذا كان فيلير عدد مره حاول عده مرات يعمل لوجن واخطا بكذا مره كم متى اعمل بلوك مثلا ثلاث مرات خمسه سته بدك اياها ماكسيمم بيريود فور كروسنج ذا فيد كم المدة اللي خلال ثلاث مرات خلال شهر خلال أسبوع خلال ثانية ثلاث محاولات خلال كم خلال ساعة خلال ثانيتين بدك تحط خلال مثلا خمس ثواني يعني أوكي بحطها يعني قد يكون مش لوجيك كون فكر أساس أت سيرفر سوف نجي نحكي بالكوماند أساس أت آه يس أو نو ما بدي فأربع بيعطيك فيتشر من في أشياء ما نقدر نعرفها اليوم أوكي سيباك وسيباك هذه سكيورتي ما بدي نوم إنابل تي سي بي إنترسبت فيتشر يس أشياء ما نعرفها مش ما نعرفها يعني صعب نشرحها اليوم عندنا إحنا بالسي سي إن إي شفت الفكرة الأوتس كيو بطفى لك هاي سيرفيس بدي أوصل لهون النقطة طفى سيرفيسز نوت يوزد سيرفيس فينجر باد يو دي بي سمول سيرفر تي سي بي سمول سيرفرز وغيره باسورد انكريبشن شغلها كثير اشياء طفاها اوكي شفتوا يعني عملنا كونفيجريشن هاي الاشياء بالايتو سكيور لو عملت كنترول سي بقول لك ابلاي ذس كونفيجريشن تو رانينج انا ما بدي اياه اصلا ما بدي كنترول سي خلاص بيطلعني منه اوكي هاي ايتو سكيور فيتشر على الراوتر طيب زائد ممكن تشغل هاي الطريقه وخصوصا لما يكون الانترنت ضروري لانه يكون تارجتد وفيسنج الانترنت تحميه بشكل ممتاز الباسورد لازم يكون عندك سياسه الباسورد زي ما حكينا مثلا المينيمم لينث 10 ولا 8 ولا 7 اليوم يعني مينيمم ممنوع تكون 8 يعني بوليسي لكن يفضل 10 وطالع تكون اوكي تقدر تحط الكنفج يعني الشباب يستخدموا 10 لما بيجي شباب يستخدموا 10 طب واحده بتستخدم 2 زي ما حطينا من شوي ها كونفتي كونفتي للباس للانيبل للانيبل بدي احط سيكريت 1 2 3 هي قبلها طب وين ليش ما التزمته ما بدي اخلي يعني على الهمه يلتزم او ما يلتزم انا بدي اجبره بانه بلينث باسورد باسورد انكريبشن لا نسيت الكومنت باسورد بس باسورد مش لوجين باسورد انكريبشن لا سكيورتي باسورد سكيورتي باسورد مينيمم لينث بتحط اللينث مثلا 10 خلينا احطه بدي اسهل على حالي احط 6 خطا هيك
اوكي مش برا... مش بس براكتس، هذا ممنوع تكون هيك، تكون ستة بس عشان التسهيل. وجيت عملت انيبل انيبل باسورد 1 2 3 رفض. اوكي طيب 4 5 6 اخذها. يعني تعمل انفورسمنت باي كونفيجريشن وليس بشيء يعني بمجرد حكي. اوكي وكون كومبلكس حتى اللي حطيته غلط، يعني نمبر بس كومبلكس كابيتال سمول كاركتر. اوكي وبتحط كمان يفضل تكون بسياستك الموضوع ريبيتيشن. الباسورد هاي حطيتها 1 2 3 4 5 6 بدي اغيرها كل شهر. طيب اجيت حطيتها نفسها تمنع استخدامها نفسها. اوكي طب متى اقدر استخدمها؟ تحط والله الهيستوري مثلا تقدر تستخدمها بعد 5 مرات، بعد 5 تغييرات، يعني بعد 3 تغييرات، بعد 90 يوم. اوكي طبعا مش على سيسكو راوترز او ديفايسز نتورك ديفايس، على كل المنظومه ممكن، وممكن يكون الفاير وول قيوده غير عن قيود بالسكي بالباسورد، غير عن قيود مثلا الراوتر الداخلي، غير عن قيود سيرفر حساس. هناك بجوز يكون 12 كاركتر وممنوع تستخدم الريبيتيشن يكون خلال سنه. اوكي تكتبش الباسورد ها، كمان يفضل يعني تعمل باسورد تكون شيء تقدر تحفظه بسموها ميس سبيل. اوكي يعني مثلا زي سميث، مثلا اسم سميث اوكي شو بكتبها زي هيك بهي الطريقه. اوكي بدي اكتب مثلا كلمه السر سيكيورتي بالاس مثلا بخليها 5 الاي 1 اوكي الاي 3 يعني تلعب فيها زي بهي الطرق الاي مثلا ات او الاس دولار ساين او 5 بهذه الطريقة حيث تكون كلمة سر كبيرة سهل حفظها مثلا. اوكي ما يكونش اسمك يعني شرط اسمك بس جملة مثلا جملة معينة من كلمتين وانت سكول مثلا اوكي او go to school او تلعب خلاص عارف شو go to school white شو من white مش عارف شو white tree هيك يعني green tree يا سيدي روح وتلعب الحروف هاي تكون يعني فريز معين بسيط من كذا حرف يحقق المطلوب وتلعب بالحروف هاي. انكريبت للبلين تكست يس صح اتفقنا زمان باسوردات بلين تكست باسورد بسيرفيس او بسيكريت اذا عندك انيبل وقلنا وتعمل بلوك للاتنس اللي حكينا عملناه من شوي بالاتو سكيور بقدر اعملها كوماند لاين بلوك فور ها بلوك لكم بلوك مثلا فور 60 ثانيه بالسكند ها. طيب متى اعمل بلوك 60 ثانيه؟ متى تقدر تفوت لوجن اتمت 3 مرات وذن 10 ثواني صار عندي 3 محاولات فاشله ضمن 10 ثواني بلوك لدقيقه. اوكي ايضا بالسكيورتي اللي براكتس طفي اتخيل انا هيك انا قاعد بكم في راوتر يا جماعه رحت اعمل لي شغله تركت جهازي او بلاش انا قاعد وبفكر بحكي تليفون اوكي والشاشه مفتوحه وفايت على الكونسول انشغلت بالتليفون بالمكالمه بجوز واحد يجي يشوف الباسورد اللي عامل الكونفيجريشن سابق او اضطر احكي تليفون واترك مكتبي يظل الشاشه مش الشاشه يعني الويندوز يظل هذا البرنامج يعني السيشن مع الراوتر سواء تلت ولا كونسول مفتوح تعمل تايم اوت مثلا بالكونسول اذا بدك تروح على اللاين كونسول اوكي او للفي تي واي شو بدنا نعمل له؟ بنعمل له تايم اوت اكزيك تايم اوت بعد كم دقيقه 2 3 بدك اياه 4 5 اللي تشوفه مناسب 5 دقائق و20 ثانية مثلا. اوكي لو ضليت الاكتف لمده هاي المده وما كونه باللاين اذا نحكي عن اللاين على الفي تي وايات نذكركم فيها اللاين في تي واي مثلا عيدها برضه اللاين في تي واي
0.04 وعيدها نفسها. اوكي ما ننسى ترانسبورت انبوت تقبل تلنت او تلنت واسس اتش او اسس اتش فقط. اوكي الجزء الاخير انه نستخدم الاس اس اتش بدل تلنت. التلنت الترافيك بيني وبين النتورك ديفايس راح يكون عبر التلنت. يعني لو انا فلت على نتورك ديفايس موجود عندنا على سيسكو ديفايس استخدمت التلنت هذا السيسكو ديفايس ادخلت اليوزر نيم والباسورد راح يروح كلير تكست مان ان ذا ميدل بالطريق انه ان نوت انكريبتد. فالبديل ما طلعت منه البديل تستخدم اس اس اتش على السيسكو ديفايس. طيب اس اس اتش بيعمل انكريبشن للترافيك بينك وبين الجهاز. يعني الترافيك اللي طالع من جهازك على نتورك ديفايس هاي الباكيتس انكريبتد. اوكي طيب الانكريبشن بيتم ايش مسميه من خلال كي. كيف التشفير بيتم؟ مثلا انا بدي ارسل لك يا مهند انسى الاس اس اتش. لو انا مثلا بدي احكي لك الباب هذا عليه كلمه سر بدك تفتحه كلمه سر 1 2 3. طب اذا فينا حدا بالمحيطنا سمعنا عرف الباسورد. لكن لو تخيل انا بلغك سابقا في كي قيمته 10 كي بينه وبينك قيمته 10 اوكي راح ابعث لك كلمه سر. كلمه السر 10 20 30. فانا ضربتها ب 10 بالكي اللي قيمته 10 انت بتعمل تقسيم ديكريبشن بنفس الكي اللي قيمته 10 فبتقدر تسترجع. الآخرين لو سمعوها 10 20 30 مش راح يستفيدوا منها. لازم يكون عندهم الكي. طيب اوكي الراوتر تحكي له طب انا البي سي بده يكون عندي كي. شوفوا كيف الاس اس اتش راح يشتغل. هذا البي سي خلينا نسميه بي سي اي اسمه اي. عنده ايش مسميه بابليك وبرايفت كي. عنده بابليك وبرايفت كي. خلينا نحكي براي قيمة البرايفت كي براي اي والبابليك كي قيمته باب اي. تمام الراوتر نفس الشيء عنده برايفت ار خلينا نسميها براي ار وباب ار. تمام كلاهما اسال البرايفت لا يملكه الا صاحبه. يعني برايفت اي لا يعرفه الا البي سي اي فقط من العالم كامل ما بيعرفه غير هذا الجهاز. نفس الشيء الراوتر البرايفت تاعته لا يعلمه الا هذا الراوتر. الببليك يتم توزيعه لان للعموم لو انتشر عادي. اوكي الراوتر راح يرسل الببليك كي تاعته لما تفتح اس 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 سيشن راح يرسل الببليك مش هيك راح يرسل الببليك كي تاعته الى البي سي. تمام اوكي ونفس الشيء البي سي بده يرسل البابليك تاعته الى الراوتر. لكن شو بيعمل البابليك اي شو بيرسل بيعمل هاي الداتا اللي هي بابليك اي يفوتها على انكريبشن مستخدما مفتاح تبع بابليك ار احنا سمينا ار بابليك ار ويرسل انكريبتد باتجاه الراوتر. الراوتر هاي الداتا الانكريبتد بفك تشفيرها بالبرايفت ار. هاي الداتا بيعملها ديكريبشن يوزنج لبراي ار بيسترجع الداتا المشفره الى باب اي. شو استرجع الباب اي فكلاهما وزع المفتاح الببليك تاعته للاخر لكن اي بطريقه غير معلنه طريقه مخفيه. الترافيك اللي بيصير لاحق الترافيك اللاحق تبع الاس اس اتش شورن كونفتي
اليوزر نيم والباسورد اللي بترسله عبر الاس اس اتش بيصير انكريبتد. انا يا انا ايه بدي ارسل لك يا راوتر اليوزر نيم والباسورد تبعت خلال الاس اس اتش بيصير انكريبتد بالببليك تاعتك، بتفك تشفيرها بالبرايفت تاعتك. تمام. طيب اذا يجب انه الراوتر يكون عنده ببليك وبرايفت، بده يكون عنده مفاتيح. اوكي بتحكي لي معلش انا بدي اعارضك هون، انا لو جبت راوتر اخر، هيو راوتر اخر اعطيه لون اخر، هذا الراوتر حكيت له اشتق لي مفاتيح تاعتك يا راوتر، اشتق نفس مفاتيح اشتق الراوتر الاولاني براي ار وباب اي وببليك ار، صح؟ راوترين زي بعضهم، راوتر اول سيسكو وراوتر ثاني سيسكو، فهيك صار في ثغره. مقتنعين؟ لا انا حكيت للراوتر الاول اشتق المفاتيح طلع لي براي ار وباب ار، جبت راوتر اخر زيه اشتق مفاتيح حكي لي برضه يا سيدي يلا بدي يعني انا ما نفس الاوبريتنج سيستم فراح اشتق نفس المفاتيح. اذا كل ما بده اشتق يكون يونيك كي. طب كيف بدي اخلي موضوع انه لو انا عدت الحركه هاي على اي راوتر ما يشتق نفس المفاتيح؟ بدنا نعالج هذا الموضوع. سيسكو يا سيسكو معلش عالجوا هاي الثغره اللي عندكم. لا نربطه بالنيم للراوتر والدومين تبع الراوتر، شو بعرفك انه هذا الراوتر 1؟ اوكي تمام وصلت. عشان ما يجي واحد يجيب سيسكو راوتر زي يعني نفس الموديل اللي عندنا او اي راوتر، يعني انا نظام تشغيل، انا نظام تشغيل شغال على الراوتر الاول او شغال على الراوتر الثاني او الثالث، والله طبيعي لما تحكي لي اشتق مفتاح كده تفضل روح على الراوتر الثاني زي اشتق مفتاح بيعطيك نفس المفاتيح، بدي اخليه متغير هاي اشتقاق المفاتيح على يعتمد على مين؟ على الهوست نيم والدومين نيم. عشان هيك ضروري تكنفيك هوست نيم للراوتر هو اسمه باي ديفولت راوتر، ترى خليه راوتر 1 راوتر 2 ار 1 دكية، ودومين نيم كنفيك دومين نيم. فبدي اروح على الراوتر احكي له هاي الاشياء، تعال يا راوتر host name r1 ip domain name ipmasters.net، وكانه اصبح اسمه الاف كيو دي ان له r1.ipmasters.net. اوكي تمام. حاليا لو احكي له اشتق مفاتيح generate keys راح يعتمد هذول المعلومتين ويشتق كيوي حسب هذول المعلومتين. المخترق بده يعرف اسمه راوتر 1 ويعرف اسم الدومين، وهذا صعب. اوكي فبدي احكي له جينا كريبتو اشتق كي من خلال كمان كريبتو كي جينريت كريبتو يعني كريبتوغرافي، اشتق لي كي جينريت اكي يوزنج الجوريثم اسمه ار اس اي. اوكي طول المفتاح له هاي الكيز لها طول لينث مثلا 50 بت 60 بت 70 بت، طبعا هاي ارقام مش هيك ارقام، هي اما من 360 بت الى 4096 لو حكيت له 2048 بت المفتاح. عارف المفتاح شو يعني؟ يعني لو حكيت لك 1 بت مفتاح 1 بت مفتاح فقط من 1 بت، يعني ال 1 بت تقصد قيمه المفتاح يا 0 يا 1 زير يا 2 يا 0 يا 1 هاي الكي سبيس لو حكيت لك. لا لا معلش زيدهم شوي خليهم 2 بتس لو سمحت كلك يس. اذا قيمه المفاتيح 0 0 0 1 1 0 1 1 طب سهل تحذيرهم. طب زيدهم اكثر زيدهم خليهم 10 بتس بيطلع 10 بتس يعني 1024 كي محتمل برضه سهل يكتشفوا 20 30 40 زيد اكثر 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 كل ما زدت صار بالبليون اوف بليون رقم كبير جدا 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 سهل عفوا صعب كسره كل ما زاد الكي صعب انه ينحذر. فخليته 2048 بتس هي قاعد بيشتق الكي الببليك والبرايفت. الببليك بيوريك اياه البرايفت بيحتفظ فيه سرا عنده. اوكي تو شورا بدو عشان ما يطلعش لبرا بدو عشان ما يطلع لبرا عمل الشو من جلوبال كونفيجريشن مود هذا الكي لا مش مطلع الكي
لازم بيطلع معك ارقام هون غريب هذا الاي او اس بيطلع معك الارقام بالشوران بيطلع معك الكي بيطلع معك الكي يعني هاي الكيز اللي ستورد عنده بس قيمته بالداتا بيز بس كثير راوترات لما تعمل شورن انا كنت بوريك بس ماي بابليك ماي بابليك هاي هي زي هيك بيطلع معك الكي هاي خيمة تمام ارقام عديده فيكس ديسيمال هذا البابليك البابليك مش برايفت اكيد البرايفت مش ما بيطلع طيب ثم اوكي هيك انا حكيت له اشتق لي كي ثم لازم يكون عندك يوزر نيم وباسورد اكاونت ما بيزبط باسورد بدك تنشئ اكاونت انشاء الاكاونت يوزر نيم كمان يوزر نيم مثلا اي بي ماسترز سيكريت 1 2 3 4 5 6 بال SSH لا يقبل باسورد فقط يقبل يوزر نيم وباسورد اوكي يعني هاي لازم يعني هاي سيكريت لليوزر نيم اليوزر نيم اللي اسمه اي بي ماسترز له باسورد لكن مخفي 1 2 3 عشان مخفي كيف بالشورن ما يكون كلير تكست زي فكره السيكريت زي فكره انيبل سيكريت ها السيكريت للانيبل نفسها لليوزر نيم طب هاي يعني انشات يوزر نيم هيك يا جماعه انشات يوزر نيم اسمه اي بي ماسترز والباسورد قيمتها 1 2 3 4 5 6 لكن هذه الباسورد ستكون انكريبتد مخفيه بالشورن والشو ستارت اب انا استخدمنا كمان خيار السيكريت طيب دروا على اللاين في تي واي 0 مثلا 4 هاي الخمسة في تي وايز كنا نحكي باسورد صح ما بدي هون ما في داعي باسورد خلاص صار عندي يوزر نيم وباسورد وكنا نحكي ايضا لوجن صح عشان نفعل باسورد لكن ما بفعل باسورد يا جماعه سافعل يوزر نيم وباسورد سافعل كم اكاونت اوكي موجود لوكال عنده مش بمكان ثاني فبحكي لوجن لوكال لوجن لوكال عشان لما افوت على هذا الفي تي واي عبر التلنت او شيء ثاني او اس اس اتش يطلب يوزر نيم وباسورد ترانسبورت انبوت اس اس اتش بدي فقط اس اس اتش اوكي طيب بدي اعطي الراوتر اي بي ما ننسى اعطي اي بي عشان افوت عليه ريموتلي انترفيس في 0 على 0 اي فال 0 على 0 اي بي ادريس 192.168.101.22 على 24 واشوف ريتشبل من عندي من البي سي تاعتي 192.168.101.22 غريب مش ريتشبل ليش السبب جهازي شوف شو ماخذ والله IP domain name اوكي details او جهازي ماخذ نتور ثانية اوكي طيب بدي اضطر اعمل له static route اضطر اعمل للراوتر static route لانه different network IP route هي 192.168 الشبكة 100 اللي ما بيعرفهاش دوت زيرو على 200 ما اخذناهوش للستاتيك راوت نرجع له بعدين اوكي لانه انا بدي اضطر اعمل هيك لانه جهازي بشبكه ثانيه بعدين 255 دوت زيرو بعدها من هذا الاي بي يعني اجنور هاي الكوماند اوكي لانه انا جهازي بشبكه ال 100 والراوتر بشبكه ال 101 برضه طيب عفوا
101 مش 100 هون 101 اوكي هيك تمام هيك تمام. الكراوت نحكي عنه بعدين اوكي. طيب بدي افوت من جهازي على هذا الراوتر SSH كان 101.22 صح. اليوزر نيم اي بي ماسترز SSH ها مش تلنت اوكي. اخترت SSH فيرجن 2 فيرجن 1 عندي فيرجن 1 وفيرجن 2. فيرجن 1 كله vulnerability غير not recommended ابدا تستخدم فيرجن 1. آه نسيت ما اعمل حركه على الراوتر عشان هيك بدي ارجع للراوتر احكي له اي بي اس اس اتش فيرجن 2 ما بدي فيرجن 1 اوكي. جات كونفكت الراوتر يستخدم الاس اس اتش فيرجن 2 وارجع اعمل كونكشن مع الراوتر كاس اس اتش فيرجن 2 101.22 ال يوزر نيم اي بي ماسترز كونكت فيرجن مسماتش ريسيف فيرجن 2 طبعا حطيت فيرجن 2 صح. اوكي انا اسف ما نسيت ما غير فيرجن 2 شفته اعطاني انا كنت مختار فيرجن 1 ما شبك له حكى لي ايش كلاينت هاز ديسكونكتد فروم ذا سيرفر الريزون بروتوكول فيرجن مسماتش من عندي من جهه الكلاين من جهه البي سي. فبدي ارجع احط فيرجن 2 واعمل كونكت اي شبك اول شوف شو طلع لي الكي اللي استقبلته من الراوتر الباب رار الباب ار اخزن لك اياه عشان المره الجايه لما تشبك اس اس اتش ما يبعث لك الراوتر يكون مخزن عندك. يا تحكي لا والله اكسبت وانس يا يس اكسبت انسيف. أنا هذا الراوتر أول بس مرة واحدة بدي أشبك عليه مش راح أستخدمه مرة ثانية. ما بدي أخزن أكسبت وانس. أي شبك حط الباسورد 1 2 3 4 5 6 دخلت على الراوتر 1 إيش بي هيني وهي كوماند حط إنيبل 1 2 3 4 5 6 هاي دخلت على R1 تقدر تكنفيك R1 من هون بدل على الكونسول تمام؟ لازم يكون نفس النتورك؟ لا ديفرنت نتورك. تخيل انا بمكان والراوتر مكان انا بالشبكه والراوتر بالشبكه عشان هيك كنفقت شغلات ستاتيك راوت. موضوع ستاتيك راوت اوكي. سؤال الاي بي دومين نيم اها يعني ايش هو مثلا الهوست نيم هو اسم ار 1 راوتر 1 راوتر 1.ipmasters.net ipmasters.net هذا سمينا هاي فكره اسمك الكامل شو شو اسم هذا المسمى هذا المصطلح اسمك الكامل شو اسمه full qualified domain name fqdn شفت الدي ان اس الدي ان اس المحاضره الماضيه اي ثينك المحاضره الماضيه. طيب اي سؤال النقطه الاخيره كيف نسيناها هاي كنا راح ننساها مش هي ما بعد الاخيره لكن الاساسات النقطه الاخيره هي ما بعد الاخيره اللي هو ديسيبل الانيوز بورتس على الراوتر او السيسكو ديفايس. لما تعمل شو اول بورتس شو اي بي بورتس اول اوكي هاي يا جماعه هيك تعمل بورتس اول الراوترات قديما هيك كانت الراوترات هيك شو اي بي بورت اول هذا الكوماند شو اي بي بورت اول هذا الكوماند تغير صار شو كنترول كلين اوبن بورتس هيك صار اسمه بورت يس اهو بورتس اوبن بورتس يعطيك البورت البورتس الانيبلد على هذا الراوتر او هذا الديفايس تي سي بي بورت 22 اوكي بتاعت الاس اس اتش و 23 بتاعت الراوتر 23 بتاعت التلنت اوكي
بإمكانك تطفي. والله ما بدي في التلنت، ما بدي إياها. أوكي مثلا أنا ما بدي التلنت، نروح ديسيبل. نرجع نحكي، إحنا حكينا ديسيبل أن يوز بورت، بورتات ما بدك إياها طفيها. فرضا لو كان عندي مثلا كمان بورت 80 شغال، خلينا نروح اشغل يعني شوفوا IP HTTP، اشغل هاي الخدمه IP HTTP سيرفر، شغل خدمه HTTP على الراوتر. اوكي تمام، كيف IP HTTP سيرفر شغلتها، صار انذر سيرفيس شغال على الراوتر. ارجع اشوفها ليستد، شو كنترول بلين هوست اوبن بورتس، يس شفتوا هاي تمام، هاي سيرفيس انيبلد. فرضا كان عندك هاي الحاله، تحكي ما بدي ال 80، ما بدي اياها، كونفتي نو IP HTTP سيرفر، تلغيها، بتروح الخدمه صارت كلوزد. اوكي نو IP HTTP سيرفر كلوزد. شوف عدد الخدمات اللي ممكن تشغلها على DNS FTP وكثير اشياء من السيرفيسز تلنت مثلا. كمان نعمل للتلنت نو IP تلنت كومفورت تلنت هيك نطفيها. اوكي من هون بس بتقدر تعمل اشياء الادرس از نوت هيدن، اشياء سكيورتي ادفانس سكيورتي، يعني ممكن حتى لو التلنت شغاله الادرس ما تكون مبينه. تقدر تحط تعمل مثلا تعمل سيتنج للك شو اسمها تايب اوف سيرفيس على ترافيك التلنت، هذا شيء ثاني. لكن حنطفي التلنت في ترانسبورت انبوت، ترانسبورت انبوت اس اس اتش شغلها اس اس اتش، لما بتروح التلنت لما طفيت الاتش تي بي مره ثانيه راحت الاتش تي بي. اوكي مره ثانيه لما طفيت الاتش تي بي راحت الاتش تي بي. الشغله الاخيره انه كون انا شابك اس اس اتش صح، عشان شابك اس اس اتش من هذا الجهاز، هذا جهازي هي ليستد في عندي سيشن فاتحه اوكي كاس اس اتش مع هذا الجهاز من هذا الاي بي 192.168.166 جهازي، هاي جهازي ستيتس ديتيلز 100.166 انا فاتح كونكشن فهي ليستد ضمن هذا الكوماند، بيعطيك الاوبن بورت والاوبن سيشنز. ال1045 هو البورت المسبوك عليه؟ لا من جهتي، من جهتك انت من جهه البي سي ماخذ 10045، لا 10000 1045 نخت جهازي طالع على بورت 22 22 من جهه الراوتر الشبكه نالي. هي الراوتر ليسننج على هاي البورت، ايوه النجمه 22 يعني ليسننج الراوتر ليسننج على هذا البورت النجمه، لانه بغض النظر شو اي بي الراوتر شابك عليه. جود اي سؤال؟ راح ابعث لكم لاب تشتغلوه تعملوا انيبل كنفج الراوتر اذا حبيت تعيدوا من الصفر اشياء تعلمناها سابقا، وضيف عليها الكونفيجريشن الخاص بالاس اس اتش والباسورد بوليسي اللوك اوت وموضوع ايش تايم اوت والمينيمم لينث. تمام اي سؤال؟